لكن غشيت طلعت بلا احد ما لها ابدا. بس هو مو يحتاج يكبر لقمه، هو بحاجه من يزين له الطاوله حتى ياكل شيء مرتب، يعني يحتاج من يرتب له الطاوله. اذا ما دقيقه، لا ما يحتاج انه ياكل طاوله في طاوله مرتبه، الا اذا مثلا عبد الله خماس رتب طاوله المتسابقه وجاب له ملعقه وشوكه وانت جايب له مخليه يجلس على الارض دائما بخاري يحتاج دعم. دائما نشوف ان دائما اللقمه المرتبه ما تخليك لسنين طويله تذب الريع. هل هذا الوعد اللي وعدته لهم لما جلسنا على طاوله التفاوض؟ وش وعدتهم فيه؟ انك على كيفكم روحوا وانا بتفرج فيكم وانتم ما شاء الله مبدعين وكويسين ومطيبين. لا انا وعدتهم طال عمرك ان في متاجر ابشر بسعادتكم اللي علي انا يا احمد اقدم لكم اللي اقدر عليه، انا ماني بوكي لا ادم على دريت اقول غصب انت وياه للجمهور تشتري. انت رافض المبدا مش معنك، انت رافض المبدا. انا رافض مبدا واحد. الشباب يناقشونك في مبدا التصويت حق جوجل انك يا احمد ادعمنا، وعلي جاب اقتراح امانه منطقي. انا رافض الحقت الذي انا ما رفضت المتاجر وشيء. انا عارف نتكلم الان في الحصان، احنا ترى نتكلم في حصانه جوجل، هذا اللي تكلم مش بالمتاجر، نتكلم في حصانه جوجل. هل تتفقون يا فريق احمد مع كلام علي؟ نتفق. محمد بسام محمد ما يتفق ولا تدري شو نسولف فيه؟ نتفق. وش نتفق على ايش؟ نتفق على النقطه اللي قالها ان احنا اربعه وهم ثلاثه احنا أربعة فما يدري يدعم من ولا يخلي. طيب علي قال وجهة نظر، قال ادعم الأقل فينا، أنت متابع الأسبوع أقل واحد نقاط ادعمه. لكن بس هو ما اتفق على هذه النقطة. فكرة مميزة. وأنت تتفق أنت تتفق معها ولا؟ محمد تتفق مع أحمد ولا ذا؟ تتفق مع نقطة علي؟ إي أتفق مع نقطة علي. أنا أحسن من أحمد لا تدعمهم. عنده وجهة نظر مميزة أحمد. احمد الرحيم عنده وجهه نظر مميزه والله انها تحترم. انا يعجبني الواضح احمد، واضح. ادري انا ادري الحرج اللي يقع عليه، وبنفس الوقت هو بعد عنده فكره ان انا ما ابي اشيلك بيدك طول البرنامج، انت لازم تجيد بعمرك، لكن ايضا من الممكن احنا نطلبه انه يفكر فيها ويعيد النظر. لا تطلبون تامرون انتم، لا لا يعني ما عدم. طيب العمر طويل ابو الله، بيض الله وجهك. بسام بس بشكل سريع انا ما ازيد على كلام اخوي علي، بيض الله وجهه تكلم وقال لي في الخاطر، وابو رحيم ما قصر، قدم اللي عنده ونرغب بالاكثر والاكثر ونقول زهنا يا ابو رحيم وبشر بس. انا ما احتاج انا قال اخابركم وخابر اللي عندكم شروه بس، واللي من عند احمد بشروبه، وانتم ما قصرت وافي وافي ابو رحيم. اذكر كلمه قلتوها انت ما يحتاج يا احمد انك تجيني كل اول مقابله ابو رحيم اللي عليه سواه، اتوقع ان الكره كلكم قلتوها. قلت احمد ما يحتاج انك تجيني كل شويه، انت معك رايجين نزهن. طيب انا ما يحتاج ناخذكم لليوم قويه. الله يعطيك العافية أحمد. بالنسبة للأستاذ سعد السبيعي عنده حالة وفاة، سأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم ميتهم ويغفر له، وتعازينا الحارة له ولجد أخونا نواف بن عياش، الله يرحم جدهم ويغفر له إن شاء الله يا رب. طيب بالنسبة لسعد السبيعي، خلونا نستعرض ماذا قدم سعد السبيعي لفريقه على الشاشة وشوفها الشباب الموجودين هنا. طيب سعد تفاعل ثلاث رتويتات لدعم المتاجر، تفاعل بالتصويت، حط رتويت لرابط التصويت وقال ادعموا المتسابقين، رتويت واحد لتغريدة المتاجر، سوى رتويت لمتجر نواف وعبد المحسن، ما سوى رتويت لمتجر فهد الوقاس. فهد موجود؟ عدد التغريدات يمكن اكثر اللي درات تفاعلا مع البرنامج سعد تفاعل. رساله من ابو غنى سم الله عدلك. ابو غنى موصيني يقول فيه منتج لنواف بن عياش لاسبوع ما نزل منتج نواف بن عياش. نعم تمام. طيب على طاري منتج نواف بن عياش، فهد الوقيص جاء برجيك انا على المنتج، سالفه المنتج فهد. احنا كنا نتكلم عن ليدر سعد السبيعي انه تفاعل معكم مع الجميع في مساله التصويت واتوت، لكن المتاجر ما سوى لك رتويت، انت سوى عبد المحسن ونواف. احنا ننقل الصوره ترى خالد، ترى لست على قولتهم مرسول سوء ولا دبوس، بس انا اعتقد من حقكم علي ان نجيب كل شيء ونطرحه قدامكم بالله. اي فهذه ملاحظه انه ما سوى لك رتويت لمتجر حقك الى الان. موضوع على طاري المنتجات، في اخطاء صارت بعض المنتجات وهذا انا لهم بصراحه فيها، الفريق اللي ماسك المتجر والملاحظات جالسين نعدل عليها، انا تعمدت صراحه اني ما اعدلها، في منتجات ناقصه حتى يحاسب المسؤول واشوف هل الليدرات فعلا يتفاعلون. تحسب لسعد السبيعي يتفاعل لكن ما تحسب لكبهاج مسفر السعدي
ونعم. مختار مسفرش اخترت منتجات آخر أسبوع. اخترت شامبو بلسم. شامبو بلسم. الشامبو ما نزل وبهاج ما يدري. لا من المفروض يبلغ. لا أدري نفدا. أقول. لا بالهدري لكن المشكلة عند أحمد الغامدي. إيه. وش عندي أنا يا بها؟ طيب تواصلت مع أحد؟ تواصلت مع من؟ مع أحمد معنا في نعم الإدارة. نعم نعم متواصل مع أحمد الغامدي. متى؟ تبي أظهر المحادثة؟ إيه والله تكفى إذا أنت أظهرت أنا أقف احترام البهاج. أبشر. أن هذا هو أفضل داعم للمتسابقين. جعل أبوك في الجنة. عان. تحية البهاج والله بطل. شكرا. هذا التواصل الحقيقي اللي المفروض كل ليدر يمشي به. بهاج سوى حساب دعم لفريقه. نعم. اسمه فريق الليدر بهاج الأكلبي. نعم. يدعم المتسابقين اللي تحت إدارته. طيب بس يا بهاج خلونا نشوف بهاج سوى هو الفريق للمتسابقين. سم يا فهد. اسمح لي أبو عبد الله. سم. أول شيء صبح على أبو غنى بالخير. صبح عليكم كذلك بالخير. أبو غنى حصل عنده ظرف وحنا مقدرين ظرفه اللي حصل عنده وإن شاء الله أنا ما هم قصر ما قصر في الأول ما هم قصر في التالي وأقول لك من هالمنبر عذره وسيع والله يرحم موتانا وموتاهم وموتى المسلمين أجمعين آمين وإن شاء الله أنا ما هم قصر أبو غنى بإذن الله. طيب أعطونا إحصائية بهاج على الشاشة. بهاج تفاعل بالتويتر تغريدة واحدة فقط رد على حساب القناة عن البرنامج تفاعل بالتصويت ما تفاعل ما في ولا تغريدة للمتسابقين مجموعته رد على متسابق مجموعته في مجموعته طلع إبراهيم عدد تغريدات الأسبوع الخاصة بالبرنامج صفر تغريدة لكن يحسب له أنه سوى فريق دعم للمتسابقين هذا ما قدمه بهاج لفريقه. هذه طيب منك من كنت ذكرتها لكن اللي مختصين في العلوم دي اللي ما يعدون احنا عندنا تغريده قبل 3 ايام في مسفر وهادي ومحمد مفرح وايضا مسفر عبيد شافوها اكثر من 100,000 سبحان الله ال 100,000 ذي اللي مدققين على الموضوع ده ما شافوه ولا ذكروه اللي هي وين كانت في الموضوع في شخصنا اللي كانت وين اللي في التويتر في حسابك ولا حساب فريق عندي حساب طال عمرك اللي هو فريق الليدر. نعم فريق الليدر حساباتهم سناباتهم متاجرهم كل ما يخصك حتى نويناك ودنا نصورها بعد وننزلها في حسابنا شافوها أكثر من 100,000 بس المختص في الموضوع ذا ما شاف أنا أتوقع أني اللي ماسك التدقيق ذا أنهم شخصنا الموضوع مع بهاج ومع أصدقاء بهاج مع أني أنا عندي سبيس وعندي طال عمرك بث في التوك توك تهرجت عن أكثر من متسابق وانظر لهم كل ابوهم اخوان بعيدا عن العيال اللي معي في الفريق. نعم وحاب اشكر صراحه الرجال ذا صالح البلوي اخصه ولا اخص كله بخير ما شاء الله تبارك الرحمن ظهور طيب وشخصين طيبه ولا يهنون الربع هذا من طيب راسك والله والله اني اقولها وانا صار شيء ظهر في الاعلام بنذكره في الاعلام الله يرفع قدرك الله يرفع قدرك على راسك والله على راسك من فريقك صالح ولا لا والله مو من فريقي لكن ما شاء الله تبارك الرحمن الله يرفع قدرك قصائد وعلوم رجال يعني فريقك ما يستحقون الشهاده فريقي متخالص انا وياكم لا بس لحظه انت بعيدا عن التويتر وبعيدا عن الامور ذي يمكنك تنعاش ولا مهرب لك جوال احذرني انت وياه تاثر من تغريده ولا تغريدتي والله احذرني بكره تشوف كذا فلان فوق انكم قرطن في رقبه معجب 24 ساعه وانت في رقبه معجب والله والله العظيم فالواحد نصيحه مني لكم انا معكم وانا لكم ان كان به خطا وقصور ما هم منكم ولا هم مني ولا هم من ابو عبد الله من اللي ماسك الاحصائيه دي الاحصائيه يتكلم عن فضل. عن بهاج بس انت قلت اني خلاص انت وكلت المهمه سويت فريق خاص وتدعمه صح انا اللي موقف على الحساب انت نعم انا اللي موقف على الحساب لكن لا لا وش اسمها سعود بن عبد الله لو انه ما طر الموضوع ذا اللي هو فريق الليدر عن كل ابو شتو في التويتر لو انت ما طريته انا جاي هنا اذكر حقائق لا, لا شوف ما راح اخبي على المتسابقين شيء تاكد يا بهاج والله ما انت بقايم على ما جينا نزرع فتنه ولا نقول للمسابق مثلا اطلع لا انا جاي هنا بذكر كل حقيقه طيب. لكن انا ارى ان اتفاقيه المتسابقين ما كانت مع فريق كانت معك انت انا معك نفد خشك لكن لما اختاروك على الادارات الثانيه كانوا يختارون لو بهاج. انك ما ذكرته انت اللي قبيل قلت ترى بهاج فاتح الحساب وذكرته انا
يمكن اخوياي ما يصدقون يقول بيطبل النفس، لكن يوم انها جت من المدير شهاده لا بالله بيقتلعون الريج كل ابوه. والله اقولها وانا صاد لكن اذا به قصور يا الربع ترى من اللي ماسك ايش اسمه التدقيق. طيب قبل شوي مو قبل شوي امس كان في بث لك مع سلطان الميري. نعم كان لك حديث الصبح. ايش كنت تقول؟ يعني مزح, مزح ولا صدق؟ لا بهاج يا ابو عبد الله شوف كأني ما ابكيك. انا بقول انت اخو ومعلم وعرفك من سنه ماني بعرف كم سوليو وتعرفني زين وبهاج واضح والمتابعين اللي يعرفوني يعرفوني من سنه ونص والله انهم يعرفون صدقي من مزحي. غير بعض الناس يحب الدبلجه ويحب الفرنكه والامور ذي ويحط شيء من لا شيء يبي يمكن تفاعل ولا يبي له شيء فاللي بيحقق اهدافه على حسابي يحلم بها مثل حلم ابليس في الجنه. كفو سلام. اي ما وضحت واضح انا واضح اني شوف بقول شوف شوف انا ليش اقول الكلام ده لعل المقطع يوصل احد من فريقك يفهمه غلط. لا فريقي رجيل يعرفون اللي هم اللي عليهم والرجال ذول كل ابوهم مطلق ولهم تجارب وانتم ما جيتوا من الدنيا يعني يمسوا اليوم صادمتوا في الدنيا وجاكم ظروف وعديتوها مهم مثرتم فيكم تغريده ولا تغريدتي وانتم رجال ونعم فيكم كلكم كلكم فريق لي واخوان لي ودار بيني وبين المطيري والعجمي كلام واتمنى انه ما يظهر في الاعلام لانه كان برا الاعلام وانتم تدرون الكلام كل الكلام والدعم والتشجيع قاعد تقدمه للمتسابقين مش في فريقك. نعم وين فريقك؟ نعم فريقي فريقي انت تعرف فريقك الحين؟ اي بالله عاد بهاج ادعمهم وين ما اعطيتهم ولا كلمه زينه ما اعطيتهم ملاحظه وكيف اعطيهم كلام اي انت تدعم نادر تدعم صالح لا هذا تحت البث صالح انا صالح شفت له طال عمرك مشاركه اعجبت الله يرفع قدره صدق والله اني اقولها ولا هو في حاجتي هذا مطيب راسك والله قدام المطيب راسك ولكن انا رجال طال عمرك شفت شيء يعجبني وظهر في الاعلام بقوله في الاعلام والله هذا مطيب راسك والله اني اقولها والله العظيم والله العظيم ود اللي في البرامج الواقعيه مثلك واجد الله يرحم والديك ولا يهنون الربع ذولا كلهم الله يرفع قدرك الله يرفع والله صدق ورعاننا يتابعون واهلنا يتابعون ودنا بالناس اللي مثلك اللي يظهرون على الشاشه ادعوا في الجنه وكثر من امثالك يا الله انه ما يوم يوجه فريقه ولا للجميع لان النجاح للجميع ما هو بلا فريق بهاج ولا انا بنجح نجحت النسخه يا ابو عبد كل ابو يا ابو عبد النجاح ترى تحسب للجميع انا اشوف ليش انا مؤمن بهذا الشيء وابغى هذه الرساله توصل ان النجاح للجميع لا ما في فريق ينجح لحاله ولا في متسابق ينجح لحاله النجاح للكل لكن الان في مميزات تقدم لكل مجموعه من الليدر المسؤول عنه وهذه اللي لازم نتكلم عنها اليوم مع عبد الله يمكن بهذا الكلام كذا مدحه مرتين ويستاهل المدح بس يمكنه يبي له مآرب اخرى يعني بياخذ من عبد الله وجهه نظر يا الربع لا تخاطبني بعين الجد وانا اتكلم طال عمرك يعني انت تمزح وانا اتكلم جد يا ابي شعوب والله انا اتكلم جد الرجال له في حاجه مدحي والله يوفقك والسفايف انه وبال الله يرفع قدرك طيب فريق بهاج في احد عنده مداخله؟ يا الربع اللي في خاطري شيء طيب بده مسفر تفضل مسي عليكم بالخير كلكم واخص ابو الميكروفون محمد عليه السلام ابو محمد ما يعذرك انك انه يكون الغلط من ايش اسمه احمد الغامدي ولا الصوت أو حق الإحصائية عد أقول ما يعذرك إن الغلط يكون من عند الإعداد وتكثر الأعذار لأنك يا طويل العمر السلامة قبل ذي كل أبوها تغريدة واحدة في حسابك هذا الحالة ناموس وجائزة وفوز بحد ذاته فيكفي إنك مع أشغالك وأمورك اللي أنت تسويها إنك مسوينا فريق دعم كامل علشان يختص في متابعينك متسابقين وبيض الله وجهك وجمل الله حالك وما قصرت المتابعه من بهاج تحسب له امانه انه هذه والله تحسب له يعني هذه لان فضال فريق دعم كامل للمتسابقين وبيتم ان شاء الله محاسبه فريق الميديا ايش دخل الميديا مو مقصرين صراحه بيض الله وجههم الا فريق المتاجر بيتم محاسبته في هذا الامر لان ما لهم عذر موجود الاستاذ احمد احنا جبناه مدير المتاجر مباشرة يعني يقدرون يضيفونها أول بأول ما له داعي اللخبطة ولا التنقيص خالد حياك الله يا أبو حامد يا مرحبا بك يا حبيبي إيش حاب تكلم متسابقينك في البداية أقول أنا والله معتزي فيهم من أول يوم وأنا علمتهم يوم دخلنا أنا وياهم هنا بالبشوت لأن عارف الله أنهم مطالق يكفي والله أنهم في كل أسبوع جميع الجوائز يحصونها
لو بدينا في معجب ألف مبروك معجب البرايفة اللي اللي طاف ما ينفع أخذ 700 نقطة هذا شيء يحسب له مبارك كل خير عبد الرحمن ما شاء الله تبارك الله يعني حصد المركز الأول في تصويت الجمهور في البرايم ونجم البرايم وما شاء الله تبارك الله عبد الرحمن يعتبر ترى من أقوى الناس وأكثر الناس إذا تكلمنا عن المقاطع في البرنامج ولا عبد الرحمن له أكثر من 196 صوت أو 196 مقطع وهذا ما شاء الله تبارك الله يحسب له ما شاء الله تبارك الله يعني غني على التعريف عبد الرحمن حبيبنا مشعل ألف مبروك يا مشعل فاز بالتمثيل بالكرنفال في جائزة الكرنفال وتسال كل خير يا حبيبي الأسبوع اللي طاف شوف أبعلمك حاجة لازم تحطها في رأسك يا مشعل وهذا كلام لك وكلام للناس شوف دايم أي مقدم إذا جاء يقدم الفقرة وجاب أي شخص البرنامج اعرف أنه قاعد يتصيد أقواهم فلذلك أنت أقواهم وله قصور في الشباب لكن هو زيادة عرف من يختار وعرف من اللي قاعد يأخذ منه التعاطف وحزننا معه كثير وفرحنا وعرفنا تفاصيل كثيرة عن مشعل ويستاهل مشعل كل خير أما سلمان سلمان الله يسر أمره سلمان يجرح ويداوي في نفس الوقت يضيم ويجرح ويداوي لخبط المشاعر عندي وعند الجماهير خلف الشاشة اليوم حصد الحصانة بملهي ويستاهل كل خير والقادم أجمل أنا والله أني خجلان من الشباب لأنهم مهما أدعم مهما أقول مهما أسرف في الكلام هم ما شاء الله تبارك الله كل واحد ماخذ كل شيء بيمنه ويستاهل والله كل خير بالتوفيق لكم يا شباب طيب خالد أعطونا يا جماعة الخير تصميم لأول إحصائية خالد حامد على الشاشات يشوفون الشباب خالد حامد تفاعل بتويتر ثلاث تغريدات لدعم المتاجر غرد بها يوم الثلاثاء التصويت ما تفاعل أبدا التغريدات عن متسابقين التغريدتين فقط أتوقع معجب كلها ما ودي ترجعون أحد التغريدات فريق دعمه رتويت لتغريدة خالد عن المتاجر فقط عدد التغريدات الخاصة بالبرنامج 8 تغريدات طيب أنا بعلمك حاجة أبو عبد الله هذا دليل على أن الفريق اللي ماسك الإحصائيات عندهم عجز أنهم يومياً يشوفون الإحصائيات أول شيء منزل الشباب جميع في السناب والله اللي فضل ومنزل حساباتهم في المتاجر ومنزل بعد في التصويت الأسبوع اللي طاف اللي كان برايم عبد الرحمن ومشعل دعمتهم نعم موجودة أبشرك اللهم لك الحمد كلها موجودة دعمت في تصويت الحصانة لأني عارف أني بأجي في نفس الموقف هذا نفس الأسبوع اللي طاف تقول ما في فريق دعم ووريتك تفضل يا حبيبي أسلم هذه وروح يسار بعد والله كلام هذه تغيير شوفها بعد تصميم متجر معجب نعم وهذا عبد الرحمن وهذا مشعل والله موجودة تغريدات أنا غرد بعد شو عشان بعد الجمهور طيب ما يحس عشان بما أنك جيت أكثر مبيعا إلى اليوم هذا الأسبوع ترى معجب القحطاني استاهل لأني أنا قلت فريق عبد الله أخطيت بس ما مو بحصانة إلى الآن الحصانة تعلى الاثنين بس إلى اليوم معجب هو الأكثر مبيعا استاهل وأنا بس عندي نصيحة بس أنا ودي بس أنصح ما أنا رأيكم بس ما كنت طرقت الموضوع التغريدات وذي بعض المرات تراني انا اسوي اشياء واسد منها بس جروب الدعم مرسل لي رساله احب اسمعها عايض حافي بث كان امس كان فيها اكثر من 7000 مشاهده وانا الفائز فيه اسمع احد الاحكام اللي نفذها الخصم ثالث حكم تسليم من ترى عايض حافي تم تم وعد طيب على طاري عايض الحافي عايض هو الأكثر نقاطاً في البرنامج اليوم استاهل تحية خلنا نقول هو شيخ البرنامج اليوم يستاهل عايض من غيرك صور أخوانه اللي معه ترى كان طالع يوم طلعته 24 ساعة وكان باثنا ودق علي فكراسل أقول وصلت ولا لا وقال إني وصلت جاء طاري وأنا كان أبث فقلت اشتر من المتجر ولا أخوانه الباقيين والله العظيم أقسم بالله ما أبدي أحد على أحد صح صادق كان يدق عليه لين وصل ليش تلومه طيب قبل شوية عايد ها ليش تلومه حد مزح العتب بين الأحباب حلو يا عايد مالك طيب فريق خالد شباب أحد بيتكلم مع خالد من فريقه ولا نقول له بيض الله وجهه وما قصر خالد حامد وجهه كبير ما سويناش
في البرنامج وبرا البرنامج. افتح المايك يا سلمان خاصم. انت معتمد على الحصان الله يعطيك العافيه كثير. ايه سم. لا الصدق مو بالحجار كذب حرام. هم يعرفون ما يحتاج. حامد بيض الله وجهك يا ابو حامد. وجهك ابيض. وابشر بعجب عينك. لا انا ولا مشعل ولا معجب ولا عبد الرحمن كلنا معك والى الامام الى الامام. يعني افداكم ما سوينا شيء حق واجب وانت تستاهل كل خير لا انت ولا الشباب جميعا. تستاهل طيب ونهدي لك الحصان ونهدي لك بطل الكرنفال باذن الله نجاحات مستمره يا ابو حامد. يعني افداك واقفين واقفين. الحصانة وعفوا الأول في التمثيل ومعجب تقريبا بطل الرياتي أو شيء زي كذا نجم ذا يعني أوكي شكرا شكرا كثير عشان كذا نعتز فيك ما تفضل إي والله أبتل بسعد وجهك يا عمي فديت عينك افتح المايك يعني فريق قاعد يقفل المايكات يخصم نقاط ليتكم ما كلمتوه لو افتكيت من المشاركات ذي ازين رحم الله والديك يا ابو حامد يعني افداك كلنا شايفين على ما قال الامور والامور موضحه وجاي لك تسلم الله يسعدك وهاقي بك في ذي وفي غيره ما سوينا شيء حبيبي تسلم كل خير طيب يعطيكم العافيه شكرا خالد حبيبي انت يستاهلون 300 نقاط الشباب سم بدنا نعلن عنها بعد شوي حبيبي طيب عبد الله خماش قبل ابو خماش ارسلوا لي عشان بس معليش ايه عشان تدري اني ما ادري اني مشغول بس في ناس تشتغل ترى مسوين فريق دعمي مسوين مجموعه فريق الدعم اللي فرق الدعم حقت الشباب الحمد لله زين مستاهل مستاهل عشان تدري في ناس ما احتاج اني اتكلم خلاص مدينا احمد يصفق وكان حزين على ما يعانيه من عبد الله انتم يا عظماء احمد جعلكم الوجه ايه ولا مبسوط من عبد الله خلينا نشوف عبد الله ايش سوى هالاسبوع ولا من الاولات يا ابو عبد الله انا اشكرهم والله شكر ما لين يا ولد تعبوني والله يا ابو عبد الله هذول الاربعه كل ما سويت شيء غمروني بطيبهم اكثر اي والله طبعا صالح البلوي الثالث في الكرنفال اخذ الثالث نادر ماخذ يا طويل العمر والسلامه الثاني في التمثيل احمد حنيف ماخذ الاول والبطل وخذ على 1000 نقطه خذ 1000 نقطه فمحمد جابر حبيب القلب عندهم بادرة سواها هو فريق دعمه ولا أنا شوف أنا والله ما بشكركم يعني أنا بخالف الشباب شوي في حاجة واحدة أنا أشكر فريق دعمكم اللي أنتم اخترتوهم على الشغل اللي قاعدين هم يشتغلونه وأنتم ما تدرون فما شاء الله يعني لو نتكلم عن صالح هذا غيمة المجموعة على ما يقولون 10 جلسات سوالف شفت لي منها فائدة يا أبو عبد الله أنا حاسبها والله أنها 10 6 قصائد ولا غاب عن أي فقرة ولا صلاة يعني الرصيد الظاهر عند صالح ولا انخصم عليه مثقال ذرة فهذا الشيء اللي أنا أفتخر به إي والله أحمد حنيف جلسة العلاج الطبيعي وسوالف عن تخصصه لو أتكلم من هنا لبكرة ما أوفيهم حقه هذا اللي أقدر أقوله شكرا لكم الله يرفعك طيب أعطونا إحصائيات فريق عبد الله الكلام كويس بس نشوف الفعل كل فريق عبد الله خماش تفاعل بأربع تغريدات عن البرنامج واللي هي دعم المتاجر فقط تفاعل بالتصويت ما تفاعل بالتصويت تغريدات فريق دعم والليدر صفر تغريدات الخاصة بالبرنامج 3 تغريدات يعني أنت دعمت فقط بأربع تغريدات فقط لدعم المتاجر يا عبد الله خلال أسبوع ملاحظة ثانية أحد متسابقينك نادر العجمي عنده خطأ في المتجر تمام يعني مش عنده منتجين ما نزلت يا أبو عبد الله ولا مقطع الوارد لا منتج حاجة. نازل بس متكرر وعنده يعني منتجين ريفال نازل مرتين أو مختار هو مرتين ما حد نبهه يعني هو في الأسبوع الماضي اختار ريفال والأسبوع اللي قبله اختار ريفال من المفروض يصحح أوكي في فريق مدير المتاجر خلينا نقول نايم في العسل فريق الإعداد مر عليهم مسؤولية الليدر أنا ما هي مسؤولية لأنه هو ما يدري يعني هو فات عليه في موضوع ولا هم مقطوع والدك يا أبو عبد الله يعني ما دققت على المتجر حقه أنت لا في موضوع البراند هذا ما هي مسؤوليتي إذا كان غلط مش بغلط البراند هو اختاره مرتين صح أنا اللي وصلته ناصر الحربي وفريق الإعداد إنها منتجين عند نادر ما نزلت في متجر لا نزلت كل المنتجين تأكد من هذه المعلومة وحتى يمكن معلومة عند نادر لا المعلومة هنا متجرين
ما نزلت منتجين ما نزلت عند نادر نازله كل المنتجات هذه اللي بلغت فيها هو اختار ريفال اسبوعين متكرره سم لا اله الا الله انا مختار الاسبوع الماضي اللي هو عطر من ريفال والاسبوع هذا اخترت عطر ثاني من ريفال لا هو فندر اخترت ريفال اسبوعين نفسه لا مسجل هنا شوف الاسبوع الاول الاسبوع الاول يا نادر اخترت عود من عدفين الرقائق واخترت ميكس نوتس وريفال تمام الاسبوع الثاني اخترت مسك الختام من عدفين واخترت تي شيرت هذا انسحب منك لان حصري عند نواف تمام واخترت ريفال فندر لا عفوا اخترت ريفال فندر وتي شيرت التيشيرت انسحب ودهن التراد اللي هو من عدفين ابو عبد الله نادر الحين في منتجاته في 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 متجره ثلاث منتجات لا مش ثلاث اربع ثلاث اثنين ما نزلت انا اتكلم فيها اربع اربع الحين. منتجات نازله هذه نقطه نقطه طيب الان متجر عبد الله نفتح الحين متجر هذا المتجر افتحه وشوف متجر عبد الله نادر بس ما يلحق الخط عبد الله يلحق الخط اللي هناك ليش ما هو محمي لا يلحق عبد الله ليش ما قال لي لا انت مختار هذا الاسبوع نكلم فيها ناصر الحربي وزكنت عليها اكثر من مره في موضوع متجر نادر اللي هو ايش؟ موضوع عنده منتجين ما نزلت في متجره ومن ناحيه التغريدات ف تواصلت مع ابو نايف؟ شكلهم الله متى؟ ناصر الحربي اي يوم؟ الاسبوع اللي فات كيف الاسبوع اللي فات ومختار قبل امس؟ بدايه الاسبوع ذا مو بدايه هو اختار يوم الاثنين مشكله متجر نادر هذه اربع منتجات تراها من اسبوع يا ابو عبد الله لا لا اربع منتجات طيب التيشيرت انسحب منه التيشيرت واختاره وانسحب منه لان نواف عياش خذ حصري انت تابعت الفقره هذه لا ما تابعتها لكن كان عندي خبر ان عنده هو اختار ريفال ان عنده منتج ما نزل لا ريفال اختاره مرتين انا مالي يا ابو عبد الله الله يطول عمرك انت مسؤول عنه يا عبد الله انا لو اني اخطبوط انت هو ما يدري هو يتابع عبد الله انا لو اني اخطبوط وقف يا نادر انا لو اني اخطبوط والله يا ابو عبد الله اجمع بين اختياراته واجمع بين دعمه واجمع بين ما دعمت الا باربع تغريدات يا عبد الله كيف لا تعتقد انك اعطيته شيء دعمت بتغريده واحده فقط المتجر بس أبو عبد الله يعني كل متسرب دعمت بمنتج سبيسات ما ذكرت سنابات ما ذكرت حاجات واجد ما ذكرت فهذه نقطه وكل الشباب اتفقوا انها ما هي منصفه الاحصائيات شيء ثاني انا ما لا 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 يعني في سنابات ما سويت سنابات الا لا لا كان في سنابات لا ما في سنابات انا مدققين هنا قالوا ما في سنابات الان الشباب لا لا والله فيه ابو عبد الله في بعض الاحصائيات اليوم معلش شيء ثاني يمكن واحدة اثنتين راح بس مو بالكل لا تاخذ عذر يا احمد فريق دعمي تغريداته ما شويك تشوف انا مغردين على العيال احنا نتكلم عن احمد انت قل فريق دعمي ترى يغرد عشان الجماعه يتابعون فريق دعمك شيء ثاني يا ابو عبد الله من المطلوب كليدر مطلوب منه كتسويق فانا اشتغل كتسويق طيب لحظه لا مطلوب منك انت المتجر انت شريك فيه تشوف انت ماخذ منه 30% صح اي ماخذ 30% يا عبد الله كل الحاجات اللي صارت كانت عند ناصر الحربي موضوع المنتج هذا اللي طلع ما كان عندي خلفيه عنها الا منك الحين لانها كان في منتجين ما تاكدوا لي من ناصر يا جماعه بالله تواصلوا مع ناصر الحربي وتاكدوا من المعلومه هذه هل عبد الله تواصل معه بخصوص منتج نادر سمي نادر ابو عبد الله الخماش احمد الغامدي يوم احنا كنا جالسين يوم جيت انزل منتجات اكيد إن عنده خبر للاسبوع الماضي انا ما اخذ نفس العطر ليش ما وضحها لي في الاسبوع هذا انا اعتبره خطا فني المفروض من الاسبوع الجاي كل متسابق يجي المنتجات اللي اختارها والمنتجات اللي ممكن يضيفها حتى ناويين نسوي فيها اجراءات ما يتحمل لا ليدر ولا متسابق اشخاص انهم لا شوف المتسابق ما الومه لان شوف المتسابق لو اختار الليدر او المتسابق اختار منتج ما نزل انا هنا الوم المتجر تمام ان المتسابق اختار منتجين متكرره انا الوم المتجر والوم الليدر والوم الاعداد كله لان الثلاثه ذولي كلهم يا وين نايمين فيه يا جماعه معقوله ما حد مركز حتى انت يا عبد الله ليش اربع منتجات؟ ليش المتسابق اللي عندي له اربع منتجات؟ جاهم العلم يا ابو عبد الله، والله جاهم العلم. وتاكد من هذه النقطة، النقطة الثانية إذا كانت التغريدات يا شباب ترى الأمور طيبة، اللي في خاطره كلام يتكلم الأمور طيبة. الأربع التغريدات أنا مسوي فريق لنا ككامل كمجموعة منتجاتكم تغريدات أكثر من جروب، ما هو بس على حسابي أنا. إيش تجي من حساب عبد الله خماش؟ ترى اللي عند عبد الله خماش واللي عند فلان واللي يشوف التغريدة ترى يتابع الشاشة الحين، لا نكذب على بعض. أنا أسعى إلى نشر وأنه يكون المنتج
انه منتشر في اكثر كيف 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 عد المعلومه؟ انا مسوي جروب. انت تقول اللي تابع الشاشه يشوف التغريده؟ اللي تابع الشاشه هو اللي يشوف التغريده. لا مو بشرط يا اخي، انا في واحد تابع الشاشه بس جمهور تويتر يختلف عن جمهور الشاشه. يختلف يا عبد الله. احمد اشوفها كذا ما في شيء. والمشاهدين ماني اسمع والله بعد ارفع الصوت. الو مرفوع. اي حاب امسيكم بالخير وارحب فيكم. اول شيء انا ماخذ 3 جوائز اسبوعيه في الكرنفال، يعني مره اخذت الثاني والثالث والاول. بطل الكرنفال عفوا. صالح ماخذ مركز، نادر اسبوعين ماخذ مراكز، ابو جابر اخذ مركز، وفي الاخير يكون المجمل بس 4 تغريدات عنا، لا تصويت لا المتاجر. والشيء الثاني انا احس عبد الله خماش فقرته اثرت عليه وصار يعني متحيز مع اكثر متسابق وساحب علينا في الفقره اللي سواها، احس فيها يعني انه صار متحيز تجاهه كبير. هل ترى يا احمد حنيف اني اصمم لك احسن عشان اعجبك؟ كيف كذا يا حبيب اخو؟ سويت انجاز الله يوفقك، هذا انجاز لك ما ولا عبد الله خماش. اي بس انك 4 تغريدات اصمم لك يا احمد، اصمم للشباب. دقيقه 4 تغريدات في 40 يوم بس، يعني 40 يوم اسوق بس 4 تغريدات اسوق، والحين جاي تقول ميديا زايده ما انزل عنك، ما شاء الله اصمم اركب اغنيه ما غير 4. ايش اسوي يا حبيب قلب يا اخي؟ عندك كم متسابق يا اخي؟ بس 4 تغريدات شكرناك. يعني استخسرت علينا التغريده حتى. ما هي عن تغريده يا حبيب قلب اخو، ها ما هي عن تغريده. انت اشتغل وترى هذا الانجاز لك انت، كل واحد بس انا عارف بس عارف الله يحفظك عارف. هل تطلب مني اني ادخل فريق دعم يا ابو عبد الله؟ انا اشوف الفقره اللي برا اثرت عليه وصار يعني يفكر فيها اكثر من متسابقين، فهنا في مشكل. شوفوا لنا حل. برنامج برعايه السيف جاليري، اي ثوب للخياطه الرجاليه، اي اكلين شاي 3 تسعات، موقع جزل للمنتجات الفريده، مياه تانية، دار حبوه للنشر والتوزيع، بهارات سرة، وقف مشكات الحرم. تمتع بالطعم الحقيقي للشاي، شاي 3 تسعات، شاي عالمي. هل استمعت لتلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أو الشيخ محمد أيوب أو أئمة الحرمين؟ من علمهم القرآن الكريم؟ تعلموا في حلقات تحفيظ القرآن، وكل من علم وساهم في حفظهم شريك لهم في الأجر. هل تتمنى أن تكفل طالباً يكون إماماً للمصلين يوماً ما؟ 15,000 طالب وطالبة بانتظار مساهمتك في وقف مشكات الحرم، ليكون لك أجر صلاتهم وقراءتهم وتعليمهم للقرآن مدى الحياة. وتذكر أن صدقتك في أطهر بقاع العالم. وقف من المشكات يرجو بذلكم، في مكة الغراء يبغي الباري، أضم بها الوحي الكريم منزل، والله قد على البلدان. العرض الأكبر من السيف جاليري، خصم 50% على أكثر من 2000 منتج، متوفر في جميع الفروع والمتجر الإلكتروني، انتهزوا الفرصة. السيف جاليري حياكم. سوء الحالة الاقتصادية، زيادة جرائم العنف والسرقة، زيادة حوادث السيارات، الاضطرابات النفسية والعقلية لدى متعاطيها. اختر حياتك، اختر حياتك، وتذكر نحن مستهدفون في وطننا ومجتمعنا، لنكن يدا واحدة لنعزز حصانة المجتمع تجاه المخدرات. لا تتردد أبدا في الإبلاغ عن تهريب المخدرات وترويجها، تواصلوا مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات على الرقم 995.
اصبر يا عبد الله. عبد الله حياكم الله مشاهدينا الكرام، كان فاصل ورجعنا لكم. طبعا احنا وقفنا عندك احمد لما كنت تناقش عبد الله في موضوع انك تقول ان الفقره اشغلته عن متابعتكم. اي انا اقول ان الفقره خذت يعني عبد الله خماش، تفكير عبد الله خماش عن متسابقي، صار يفكر فقره اكثر منه. ويعني 40 يوم احنا في البرنامج 4 تغريدات يعني، ومستخسر حتى تغريده، تصويت، متجر، يدعم اي شيء. يا احمد يا حبيب اخو قل لا اله الا الله يا عبد الله، الفقره كانت يوم واني امشي، كيف اشغلتني انا؟ والله ما ادري عن هذا الشيء. شيء ثاني ما ادري احمد الحنيف، هل هو يطمع اني اكون مصمم له اسمي نفسي عبود واصمم له؟ ما ادري يعني هل يصممون اسميهم عبود؟ أنا لا يا عبد الله لا تسقط على احد يا عبد الله، مو منطقي. ابو عبد الله انا ما اسقط على احد. لا ناس لا يعني محبين، دقيقه عبد الله، يعني ناس يدعمون المتسابقين، تجي امس كنت طالب ناس يصممون لك، اليوم صارت اسميهم عبود. انا ما اتكلم عن كل مصممين، اتكلم عن احمد وهو يتكلم معي. كيف اصمم له؟ ايش اسوي؟ اقول لك يا ابو عبد الله حققت انجازات يا احمد في البرنامج هذه لك وتنسب لك اليوم وبكره. الحمد لله. الشيء اللي علي انا بسويه، غردت بالمتاجر، سويت جروب دعم المتاجركم. طيب اي شيء تحتاجونه انا تحت امركم. تاكد في الاول والاخير ان القرار قرارك، والشباب ذا انا طيب شوف اللي عندي. دقيقه عبد الله عشان ننهي. جماعه احمد حاب تنسحب من فريق عبد الله؟ ايه تعال تفضل. طبعا هذا الكلام للجميع شباب، اللي حاب ينسحب اذا بيختار ليدر ثاني، ليدر ثاني اختاره او نسوي قرعه ينضم الى اي ليدر. شوف يا احمد ترى والله اتكلم عندي لك. شرط قبل لا انسحب ابو عبد الله، عندي شرط قبل لا سم. اذا بنقص النسبه تنقص النسبه؟ انا ما نقص ولا ريال، يبغى ينسحب ينسحب اخوي احمد. شوفك انت على فكره على بس وقف يا خالد، على مستوى شخصي حبيبي وعزيزي اللي وغالي وصديقي واخ وكل شيء، الله يطول عمرك. اللي بين اكبر ما بيننا ورقه، لكن تاكد يا احمد، تراك لا خذيت الورقه والغيت العقد، ترى ما انت برايك ولا اني منقص. يلا اخذ اجر واصلح بينكم. لا 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 ما بين ناس الحمور وطيبه ورقه وهي طيبه. هذا عقدك يا احمد؟ محضر خير احمد، عقدك اول شيء خذه. قبل ما تعطي خير يا احمد، قبل ما تعطي شباب بعلمك حاجه. شوف مشكله احمد مع عبد الله ما يتحملها خالد اذا جت القرعه عنده احمد. دقيقه دقيقه لا لا شوف دقيقه، انا كان لي نقطه يا خالد، انا لن اضع المتسابقين تحت رحمه اي ليدر، انه الليدر يجي ما يدعم المتسابق وفي الاخير اجي انا اقول ما اجي تحت رحمتي. لا انا بيختار هو، اذا انت وافقت انت وياه تمام باتفاقيه بنفس البنود، او ان تصير قرعه يروح بنفس البنود لاي ليدر. لكن يا خالد دقيقه، مساله انه يجي الليدر ولا يدعم المتسابق وحنا نكون عون، انا هذه الاسبوع اللي راح قلتها، ولا يمنع ان الواحد يخطي، لكن على خلينا نقول التساهل اللي صاير من الليدرات في عدم دعم المتسابقين من حق احمد راح صراحه. يعني انا لما اجي اتعب وحققوا انجازات وفي الاخير انا ما القى له تغريده واحده فقط للمتجر تصويت ما دعمتني، والتصويت قاعد يفوز بفرق ثاني. انت مبسوط حط رجل على رجل لان المتسابقين قاعدين يفوزون بالتصويت، قاعدين يفوزون بالمبيعات خالد، وانت قاعد تدعمهم ابو عبد الله. ما راح اضع المتسابق تحت رحمه ليدر. طيب ايا كان اسمه ابدا، لا تحصر لو وصل الامر الى اني انا غير الليدر، والله انا اقولها صادق، انا احترمكم انتم مقدمين معنا، لكن بس كانت تمسك فقره اجيب ليدر ثاني يدعم المتسابقين ويكون قد التوقيع اللي وقعناه. طيب خلني عنك ابو عبد الله يا خالد. احمد في يوم من الايام اربع فواصل هذه كبوة جواد. لا 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 كبوة جواد يعني 26 يوم بدون فاصل. هالامور طيب يوم هجت هالرجال تعذر الرجال، لكن تاكد يا ابو عبد الله بس انوه على حاجه بسيطه، هالاحصائيات هذه انها كذب. الشيء الثاني ترى كيف ايش يا لا 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 نرجع لحساباتك، لا تجي تقول لحظه عبد الله انا لن اسمح بكلمه كذب على احصائيات. في حاجات ما صار، في حاجات ما صار في حسابك، في سبيسات، في امور، في سنابات، في كلام. متى الايام اللي فاتت كلها من يوم السبت الاسبوع هذا؟ ايه يا دقيقه، من يوم السبت الى اليوم اتكلم لك جد، من السبت الى اليوم. ايه متى اي يوم سبيس هذا الاسبوع؟ أي يوم سبيس؟ أي يوم لكن ما كان في سبيس يا عبد الله، يجي سبيس ترى يبقى. انا والله متاكد يا ابو عبد الله. لا مش منطقي عندي مداخله ابو عبد الله ولا يهونون الشباب. انا ودي نقفل موضوع احمد لانه لا يبعلم بعدين نطلع. انا بعلمك، انا مكتفي بالشباب الموجودين معي الاربعه، عرفت؟ واقول ازيد لا لا تفزعون بعض يا خالد. لا 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 بعلم شيء، انا ماني انا 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 ماني متقبل ازيدني واحد يا ابو عبد الله. خالد ما بتكلم اللي بخاطر احمد، ما تعطي طال عمرك اني اجي في منظر سيء ويجيني ذيبان قال بفسخ عقدي زين وبيروح لي ليدر. لا انا ما استقبل، انا يا احمد رحيم ما استقبل اي رجال. نفس الكلام انا زين؟ حتى انا بيشو مرحبا ومسهلا، اقدرك واحترمك واقدر الرجال يكل ابوك. طيب هو من عندي تعتمد على نفسك يا احمد؟ اسمع على نفسك خلاص احمد، يقول انا ما عندي مشكله لو صار اي مسابقه بعدين انا ادخل بطريقتي ابو عبد الله في مسابقه
يدخل يدخل في نفس الفريق. عمرك يا خطر الله يستر عليه بس لا ما في خلل. طيب المتسابقين اللي احنا ناخذ منهم 30 والحين من اللي ياخذ منه 30؟ ما حد ياخذ منه 30 كلهم بيسوون خلاص عادي هم لهم. لان يا اخي اذا انت ما دعمتهم غلط. انا وجهه نظري غلط لا يا جماعه. لا ابو عبد الله كيف تقول يا استاذ سعود غلط. لا لا دقيقه صمه. لا انا بعد لن ارضى انك تجي يا احمد. دقيقه شباب صل على النبي يا رجل. لا مسعود خلينا نكون واضحين. انا بعد ما ارضى انك مسعود تجي نايم طول الاسبوع تجي اليوم يا اخي انا تغرد عن مسابقينك تمام واكبر منك شيء. ما شفنا فريق حتى لو تطلع ما شفنا اكبر. بس خالد حمدي انا كمتسابق ما دخلك البرنامج. انا ادري شو اللي في خطتهم. انا دقيقه ابو حامد انا كمتسابق شفت اخوي احمد حنيف انسحب بكره ياخذ الاول ما حد راح يخاشر. وليدر يا مسعود ونعم ما قصر الليدر او انه قصر. انا لا ليه اعطي الليدر اذا ما قصر. لحظه اذا ما قصر انا ما راح الغي العقد. انا الغي اذا كان في تقصير وهذا كان اتفقنا منه. عبد الله في تقصير. طيب صل على النبي. لا 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 عبد الله انت عندك تقصير هذا الاسبوع. لو جيني عايد قال بفسخ العقد لغيت اليوم. صل على النبي. اجل يفسخ العقد كلهم وسالم. والله نلغي عقدك اليوم. انا الغي حتى شي شوف مسعود دام النظام كذا لا تاخذ مني 30% ولا تخليني اخذ منك 10%. لا لا افسخ عقدك ودب الريع الحال. خلاص خلنا ندب الريع والغي عقدك معنا. والله يستر عليك. خلاص ابو عبد الله انا ايش اللي يضمن لي؟ انا ايش اللي يضمن لي؟ طلعكم البيضة ابو سالم جعلني الامور كلها بسيط. انا ايش اللي يضمن لي؟ امونك تبديها على غيره. انا ايش اللي يضمن لي يوم 80 صور في عدوك. قال هات دقيقه اذا جاء يوم 80 هل تنسى؟ هل ينسى الجهد كله؟ طلب 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 لا لا دقيقه انا ما انسى لكن الاسبوع راح مقصر. الاسبوع هذا مقصر واجي اقول الاسبوع راح انت تقول سويت جروب بس دعم لهم. دقيقه لحظه انا اذكر ايش صار. انا الان احنا ترى مو بنقيم على حدث واحد انه متسابق جاء وقال انا بنسحب واسمح بالانسحاب على طول. هي تراكمات. انت تجي يا عبد الله ولا تدعمه تبي المتسابق يبقى تحت رحمتك ويصير معك وتشاركه في اخر برنامج 30% وهو اللي شغال وتعبان. طيب يا ابو عبد الله قول لا اله الا الله. الاسبوع اللي فات انت قايل يا طويل العمر والسلامه افضل ليدر احمد رحيم وعبد الله خماش. عبد الله خماش الاسبوع التنظيم. دقيقه يا عبد الله انه ما قد عبد الله دقيقه. لا لا الاسبوع اللي راح اعطاناك اياه لسبب انك سويت جروب كانت لفته حلوه كنا نبغى الجميع يسويها. طيب سواها احمد اليوم سواها خالد طبعا بفريق دعمه تمام كانت لفته حلوه. طيب شجعنا لكن الدعم من عبد الله الحاله. لا الاسبوع اللي راح دعمت ولا الاسبوع ذا دعمت صراحه. اليوم دعم لي باربع تغريدات فقط. جيب لي تويتر افتح انا وياك الان ونرى عادي. من حق الرجل انه يزح. الامور طيبه من ابو حنيف. شباب الله يطول اعماركم ويسعدكم. من ابسط حقوق اي شخص انه ينسحب. لكن يا ابو عبد الله تذكر ترى قد دعمنا وقد سوينا حاجات لازم في شيء يضمن حقك. انت متسابقه قدام بعض. انا احطك قدام ابو عبد الله. انا شريع مع المتسابقين. نعم شريع عبد الله. ما نبغى يوم 80 يا احمد. يوم 80 جي واحد الامور طيبه. انا مالي لي زوم ولا لي دخل. هم اساس البرنامج ترى ما وجدنا اما نجح وما ما نجح لا فلان ولا علام. انا بقول لك اما اللي بيجي واقوم ابو تفك ولا وانا قاعد بقول الكلام. الكلام ده انا ادري انه انا مع. شوف انا مع أن المتسابق لا يتنازل عن حقه وأنا معكم. طيب صدقوني لو نخترع آلية جديدة طيب لضمان حقوق. أما دقيقة أما أنك أما أنك أحترمكم والله. شوف مسعود 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 دقيقة خليني أكمل. الله يحفظك. كل في خاطري يقول يلا سمع. أنا أدري شو اللي بخطة المتسابقين. أنا بقول بتكلم ألسنتهم. دقيقة أنا عليك دقيقة خليني بعلمك. دقيقة أنا الحين بقول أحمد حنيف طلع من بيشارك لآخر المسابقة. إذا أخذ الأول ما حد راح يخاشره في النسبة. حلو. أنا يا سعود حوشانة وأنا يا عايض حارثي مسعود بيض الله وجهه قصر ما قصر ليه ياخذ مني مسعود؟ بس هو نفسه من الحنيف. لا ما راح أوافق. لكن لو جاء اليوم واحد عند خالد حامد بقول لا لأن خالد حامد دعم. خالد حامد يغرد. خالد حامد حط الجروب. خالد حامد سوى. لكن يجيني شخص اليوم يدعم أحمد وأحمد مجتهد زين في البرنامج ولا قصر ويجي في الأخير يقول أنا عندي أربع تغريدات بس وأحمد لا والله أنا أربع تغريدات أحمد ربك وفي التصويت ماني بدعمك احمد ربك وفي الاخير بشارك 30% وفي العقد الجائزه باخذ 10%. لا مو شوف يا ابو عبد الله صعبه الواحد انه يعد جمايل او شيء اللي سواه. مو بجمايل. لا 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 لحظه لحظه عبد الله عبد الله حبيبي عبد الله عبد الله اصبر اصبر لا تمرر. مو بجمايل. انا ما امرر يا ابو عبد الله. لحظه اخذ واحده دقيقه. لا لا انا لا لحظه لا تقول لي جمايل. انت بينك وبين الرجل عقد في ورقه. هذه اذا شلت الورقه بعدها جمايل. اما دام الورقه موجوده انا جميل. انا ما اتكلم ولا اني من الرجال يطيل. لا تقول جمايل. انت وقت تقول جميل. لا بقول لك حاجه بدو. بيننا يا طويل العمر والسلامه هو واجد يعرف كل رجال من ذول الرجال. جلسه عبد الله معه تحت البث
لا تظن ان اللي يجمعني انا وياك ورقه، لا انت يا احمد جعلني افديك، لا تظن اللي بيني وياك ورقه ولا اي واحد. انا عارف ان لكن طول عمر السلامه اضمن حقوق الناس واعدل بين المتسابقين كلهم. لما اجى واحد بعدين ابو عبد الله على النهايه، والله لو بيغيها اربعه والله ما حد يقدر، ما حد ياخذ منه شيء. لو بيلغيها يا عبد الله وانت مقصر والله يلغيها، لان انا طيب. هنا لضمان حقوق المتسابقين وانا اعرف شو تسوي برا. انا قاعد انقر الصوره واضحه، اذا عندك شيء يا عبد الله قله. اقنع احمد، اقنعني. انا ما اقنع احد، هذا راي احمد حقه. اعرف يا احمد انها مجرد ورقه يا احمد، خذ جميل سمك. اذا بيكون كحل منصف فعلا انه يكون النسبه الموضوعه في الجائزه مثل النسبه التراكميه للجامعه، تنزل النسبه اذا كان الدعم قليل، ترتفع النسبه اذا كان الدعم قوي. يعني مستحيل اذا كان الدعم سيء مثلا او ما تم الدعم يكون النسبه 4%، اذا كان الدعم جيد 30%، كل عاد نسبته كل، لان هي الدعوه ياخذ يعطي. انا عشان كذا فتحنا باب التفاوض. عبد الله ماني بدعمك ولا انا متفاوض معك ولا اني ملغي العقد. لا مش صحيح. لا احمد يا جماعه لازم نكون منصفين يا احمد. انا بكون منصف. اي خلينا منصفين يا احمد. ماني منزل النسبه لك ولا اني بدعمك ولا اني ملغي العقد. انا والله يا احمد اعلمك حاجه، والله العظيم اثم علي علي بغيت اجيب العيد صدق. انا بالعربي كرهت هالنسبه هذه ولا عاد بها. انا يا احمد ما جمعتنا معهم نسبه التاجر هذه حلالكم جرام. والله العظيم ما عاد بها. اعطني عقد رخيص ابو عبد الله. حقه يا ابو حاج، حقه. لا تزعل يا حبيبي، ما زعل. لا تزعل يا احمد. اسمع ابو عبد الله ترى ما قال شيء، الكلام منه هو. لا 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 مو منه، لا مو منه. عان حقه يا حقه يا اخي. انا لحظه يا ابو حاج، الرجل يحترق صبح وليل زين، وانت في الاخير باخذ جائزه 150,000، تجي تاخذ منها 50,000 ليه؟ كلا اقول اصل عليك. ليش تاخذ منها 50,000؟ اقول له استارد مني. ما دعمتني انت حتى تغريده، ما دعمتني. قول له الهي ابيك تستارد مني بس. اللهم صل وسلم. المتسابق انا ما ادري وش، انا ما ادري منين يجي الكلام، ما ادري هو منك ولا يجيك منا وجات منا ولا منا. اسمع استارد مني فديت خشم ولا منا ولا مزبل لك جوال النيه وكل ليل وانت عليه، ما ندري. احنا لنا الظاهر خاضي الله اعلم. العموم ما فيه حق من حقوق. تبي تظهر عانه، تبي شور اخوك السلطان، رد العقد وعود مع اخوانك. كشور مني انا، شور مني انا والله العظيم، لاني ماخذ من نسبتك ولا ابي من نسبتك شيء. ابي لك التوفيق، الله يرزقك ويرزقني ويرزق الجميع. لكن النصيحه اللي من اخوك، النصيحه اللي من اخوك ان العقد اللي مع عبد الله ابن خماش مع عبد الله بن خماش، الا ان كان فيه بن شعبول ولا دقيقه رحيم ولا انا مع شوف يا بهاج انا معك وانت معك حق. دقيقه احمد، ممكن تقبلني وسيط؟ عط عبد الله حد ادنى مطلوب اللي تبغاه من عبد الله خلال اسبوع، التزم فيه ولا الغى العقد. ولا انا مع، اذا تبي تلغيها الان والله لا شققه. صلاه رسول الله. بعد الجلسه مع نفسي الموقره يا اخي احب عبد الله خماس الصيد الشخصي صراحه، ولكن ذا الاسبوع بنطوف. حقك يا اخي، حقي يا والله لو تكل اقسم بمن. لا تهد لا تهد احمد، لا دقيقه تهد. ما ودنا والله والله ودي. اي والله والله ودنا. عبد الله لا 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 دقيقه يا اخي، اللي بيني وبين عبد الله اكبر من الشيء ذا. يحقه يا اخي، انت ما دعمت يا احمد، انت لو دعمته ما يقدر يتكلم. لكن لا تقصني مشاهير هجعني فداك. لا قدمت اقدم. لا 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 الرجال اقدم يا الرجال. اعطيني فرصه اقدم. بيجيني بيعطيني فرصه. احمد هل انت تستهبل؟ لا والله. وش اللي جاي عند عبد الله؟ عبد الله جاي اسلم. لا انا جاي بعدين جلست مع نفسي استشرت بعض الشباب هنا وقالوا رفيج ايش اللي خلى؟ يعني انت جاي تبي تلغي العقد ولا لا؟ انا امشي بالاستشاره. ابو حنيف ما استشرت قبل؟ استشرت يا حبيبي، استشرت ما استشرت. ابغى قول لا اله الا الله، قول لا اله الا الله. ابغى اعلمك لا انت يا ابو حنيف ولا الشباب كلهم الموجودين، ما اجتمع ذول السته ترى الا نبغى لكم الخير والتوفيق. هذه نقطه. النقطه الثانيه، اذا هي عن احمد والوضع كذا، فانا الغي كل نسبي من الشباب من هذا المنبر. ابو عبد الله اقولها لك عشان بس ابغى اعلمك نقطه. والله الذي لا اله الا هو ما طمعنا ايش في الاوراق. احنا نطمح يا طويل العمر السلام. الحين نشوف الواحد. دقيقه عبد الله. هذه اسمح لي صالح في الامور طيبه. انا اعلم ما اخذ من اي احد اي حاجه. اسمح لي انا عبد الله. تبي تنسحب انسحب من البرنامج كامل، وانا اقبل استقالتك من الان. ليش؟ انا ما ابي بكره اجي وحركة انا وياك تجي تقول انا ماني متفق وياه ولا بنسبه. ابو عبد الله عبد الله دقيقه الله يخليك لي. دقيقه يا عبد الله، انا برنامج ومتفق انا وياك على شروط من البدايه. ابجي بكره اقول ادعم احمد تقول لا والله جماله. لا انا ما ابغى جماله منك. ما اقول جماله يا بعد. دقيقه الا قلتها قبل. لا ما اقول جماله. ما اقول جماله. ما بين جماله يا بعد. اعيد واسمع جيد انت يا عبد الله وارجع للبث. الشيء الثاني قلت لك لو بنذكر حاجات قد سويناها ذكرنا. لا تحدني لا تحدني على تغريده تويتر. هي الرابط بينك وبينه والاتفاق. لما نجي نقرا العقد هو قائم على هذا الشيء.
الشيء الثاني لما تلغي النسب حبيبي لما تلغي النسب تمام هو يطالب تخفيض نسبة حقه لكن كل المتسابقين بكرة أقول ليش ما دعمت فلان تجي تقول والله ما بيني وبينه هي نسبة ولا أنا ملزوم فيها أنا ما أبغى كذا أنا أبغى واحد جاي عنده شغف لنجاح البرنامج اللي يقدر يبغى البرنامج ينجح ننجح هذه الفكرة تمام وأنك تدعم أحمد يا أخي لنجاحه يا أخي رجل ما قصر يا أخي مقطع واحد يا أخي لا تصير لي مصمم تقول أنا عبودي مقطع لأحمد في تمثيله زين يا أخي مقطع لإسقاطه له أبو حنيف أبو حنيف ورقة بس شوي نفدرج لك ورقة بدون ورقة أنا داعم لك غيرك والله إني أعرف باللي في خاطرك واللي بيني وبينك أكثر كلام والله كلام يا أحمد أنا داعم لك جايني في الأخير أبغى تغريدات والله العظيم عبد الله لا 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 تجي كلامني كذا عبد الله هو يتكلم ترى معي تحت البث لا تكبر نصحني لكن انا اتكلم بس من ناحيه التغريدات كلنا نتكلم بدون مقابل المقابل ان هي دعمك اللي هو بينك وبين اتفاق سمي يا خالد انا الحين بسالك سؤال انا متابع ما ادري وش اليه البرنامج وشايف خالد والشباب جالسين الليدر انا ماني فاهم ايش السالفه ادعم ليش واذا العقد بيني انا وياه على المتجر وعلى الجائزه النهائيه علمنا ايش اللي ادعم تعال نقرا عشان انك تدعم نظرا انت قرات العقد قرات العقد ايش كان فيه العقد العقد بيني انا وياه بناء على ايش في دعم للبرنامج بالتصويت حلو في المتاجر حلو فقط بس ايوه لكن دعم حساباتك انت انك تدعم للمتابع ابو عبد الله كلامك قبل شيء تقول انه ما غرد عن احمد اي تغريده إيه؟ هل التغريده هذه بتخليه ياخذ مثلا الحصانه إيه؟ هو لا لعب ايه كيف إيه؟ لما انت تغرد الوصول هذا اللي قالك بهاج قبل شوي تغريده وصلت 100,000 متاجر بهاج لا لا ما اتكلم عن ابو عبد الله انا اتكلم يعني عن شوف يعني لو تكلمنا عن العقد يتكلم عن المتاجر وعن الشخص البرنامج اذا ادعمه عشان حصانه عشان برايم لكن انا ماني ملزوم اني ادخل في معمعه البرنامج واغرد على كل حد لا 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 هذا اللي زعل منه هو يقول ليش انا ما غرد فيني يتكلم يقول انا فزت ما اعطيتني حتى دعم اربع تغريدات بس الفوز ترى له المتاجر يا ابو عبد اذا وصلنا للفوز ترى الفوز لك وين وين الحصان لكن لو اعلمك خلني اعلمك الفوز ترى لك ان الفوز لكن الحق لعبد الله او الحق لك عند عبد الله انه يغرد في تصويتك او في متاجرك هذا اللي انا موجهه نظري طيب اما الحاجات الثانيه اذا سواها منه هو من نفسه في حب وكرامه اما سواها هو براحته شوف شوف يا ابو هذا اللي اشوفه انا ابو عبد الله الكلام ماني ملزم اني سندور في حلقه مفرغه انا بدي انهي النقاش احمد تبغى تنسحب ولا لا؟ انا اللي العقد الان اشقق قدامك اللي بيني وبين عبد الله اصبر اللي بيني وبين عبد الله اكبر من الشيء هذا وانا امون عليه ويمون علي وهو ما قصر معي لا قبل البرنامج ولا بعد ولا في البرنامج ولا بعد ان شاء الله لكن احنا نتكلم بس من ناحيه التصويتات والاشياء اللي تدار من عبد الله خارج البرنامج فقط على الصعيد الشخصي يعرف غلاوي يعرف غلاوي عنده اللي بينك هذه اتفاقيه انا عمل عارف هو عمل هو مستفيد ماديا وانت مستفيد أنا قلت لكم قبل شيء واحد من المتسابقين دخل خلال أسبوع 3000 ريال الليدر ماخذ منها تقريبا 300 ريال بأي حق ياخذ 300 ياخذ 300 لأنه قاعد يدعم سم. والله والله أنا أشوف يا أبو عبد الله حنا نتكلم ما قصدنا أن أنتم قصرين بزيادة هذا لا هي هنا تكاملية الموضوع حنا هنا نكمل بعضنا واحد منا ما راح يقوم نفسه لازم الدعوة يكون مساعدة من الأطراف وانا وابو دنعه نقول لابو رحي ما قصرت لكن التغريدات مقصر جدا فكحد ادنى اربع تغريدات في الاسبوع خمس تغريدات ما نبغى ست نبغى خمس في الاسبوع والله يبيض وجهك احنا بنقطع ولا الحين نسحب العقد ولا عطناها الحين البطاقه الحين وقطع الوضع كذا اوفر هل يظن اني اقعد انزل له صوره واغرد عليه احمد قال شوف فكره بهاج حلوه ان يدعم المتجر الفريق وقاعد يسوي يحقق نجاحات وارقام يا اخي خدم فريقه خالد حامد خدم فريقه بشكل حلو يحققون ارقام ومبيعات الفكره يا عبد الله مش انك تجي عبد الله عبد الله الفكره مو انك انت كانك ما انت معنا في البرنامج لا نهائيا لا لا. تمام فجاه تجي اليوم تقول لا يا شباب انا مغرد اربع تغريدات احمدوا ربكم كل واحد تغريده واحده خلال اسبوع احمد ربك وقعد معي وانا باخذ نسبه في الاخير ما راح تتنازل يا عبد الله والله ما تتنازل اجل 150,000 ما راح تتنازل هاي هاي سم انا ابغى ازود 5% مسعود بن شعفول يستاهل لاني ظلمت قبيل على العقد الاول وبيض الله وجهك والله انا ودي ازود عايد عايد
اي الموضوع مش استهبال دارم. بدايه اليوم مو استهبال دقيقه أنا دقيقه, دقيقة. أنا بدايه أنا اليوم بدايه اليوم تقول لي انا مقصر وتناقش ظلمت لا مو لا تمزح احنا اليوم مو مزح ظلمت عقب المقطع اللي انا طلعته في التيك توك تغيرت وجهي طيب عندي بس حاجه في اخيره حبيبنا سلمان من الاشخاص اللي ما عنده متجر الى الان متوقف من صاحب القرار هل الاسبوع هذا يدخل في البورصه بيدخل في البورصه يعطيك العافيه الا اذا جاب مخالفه تمنعه لا لا ما عليك ريال ريال وانضباطية إن شاء الله من يوم ورايح لكن مفروض أني بما أن صاحب القرار ألغاني من الأسبوع ذا أني ما شارك على الأقل أني أختار منتجات عشان الأسبوع الجاي أشارك معنا لا ثلاثة فقط أي طيب أنا بختار ما اخترت ما عندي ولا منتج يوم الاثنين في البورصة طيب هو وقفني عن الاثنين هذا صح الاثنين اللي راح حلو الاثنين الجاي تدخل أنا أدري بس مفروض أني أدخل في المنافسة على المتجر حق الأسبوع الجاي طبعا انت عندك متجر اصلا بس ما في مبيع ما في اي مفروض اني اختار متاجر على الاقل ما تبدا من الاسبوع الجاي انت اختار ثلاث منتجات ادري جعلك تحيه بس انا الحين الاسبوع الجاي في انا موجود في البورصه إيه؟ صح ولا لا ايه مفروض انهم يسمحوا لي اليوم او مفروض من الاثنين اللي راح اني اختار ثلاث منتجات عشان الاسبوع الجاي اكون محقق ارباح طيب هي تبدا من الاثنين ما في اختيار قبل بالله خذها مسعود عشان ما يلعبوا في طعم عندي بس نقطه سم يا ماجد أنا ما أقدر إني أتكلم أقول مسعود مثلاً قصرت في نقطة ولا شيء ما بيني وبين الرجال عقد الآن ما وقعنا طيب تعال الآن خلص الآن تعال خلص الآن لأن بينك وبين هذا هو نفسه ماشي إيه؟ سمي لأنه بيصير فيه طعن أدري أول شيء خلص طال عمرك الشيء الثاني أحس بين الليادرات تحيز وفرق لأن كل المجتمعين أكثر واحد أكثر واحد أربع تغريدات كيف أتوقع إنه يا حنا عندنا اتوقع التحيز اللي عندنا مو مثل اللي عندهم عمون شوفوا متحيزين تاكدوا يا شباب ان الاداره في صفكم انتم مع ضد الادارات تمام والله انا قلتها في البدايه اليوم احرصوا على النجاح والباقي اتركوا علينا ان شاء الله موفقين ان شاء الله تعال والله الله يحفظكم جايبين هديه حقتي بالتوفيق لكم جميعا يا حبان اخذوا من روسكم لا ارحب لا حد يحشر كيف الحال يلا حبيبي بشرنا عنك طيب ربك طيب كيف الحال طيب بشرنا عنك بخير ربك طيب كيف المراكز سلمان السلام عليكم كيف الحال عساك طيب يلا حبيبي عساك بخير يا مرحبا وسهلا مبروك المبروك يا مرحبا وسهلا مشعل السلام عليكم يا هلا يا مرحبا كيف حالك؟ تبي سيف؟ يا ليت والله. اللي إذا بدخل بيها في بدخل في مشكلة عند الدنيا. ما تحتاج. سيف لأنك سيف. الله يطول عمرك. تبغى أجيب لك مكرونة؟ مكرونة. طيبين. والله بخير. شنو لهم؟ كم كرزين؟ الأمور طيبة. كم كرز؟ مك أبيك تجيب ما أدري إن شاء الله. لا لا لا. أنا بعد. خواتي. يلا حبيبي. يلا حبيبي. تاك طيب. تاك أبو خير. يلا حبيبي. ما تحتاج شيء. طيب. ما أنا وياك. من قبل البرنامج وحنا عظام من فرقبة واليوم جاء على أبوك في الجنة لكن اللي أنا بقوله لكم وشنه هو إحنا لا نكذب على بعض يا لأن نجي إحنا في كل لا إحنا كل ما جينا طريت النسب كل ما جيت طريت النسب الخطأ ما هو الله يبيض وجه سعود إنه طرى حقة الجروب إيه الإحصائي الجروب هذا ما طرها الفريق ده اللي فريق الجسم وراء الباب هادي بالربع وينه شو اسمه ما طلعها اتوقع ان في شخصه لا من هو هادي انا ما ادري شو اسمه لا تدي صدق ظهر والله بشك مستر طيب ما عليه دمك ظهرت اول وعلمتهم ووضحت الامر قرب في المثير والله طيب ما اذكر عندي ولا همتي والله ما همت ولا فكرت فيها ولا دريت عنها بس لكن انت مشكلة في الشيء اللي انت تسويه اسمع لا يظهر اسمع اسمع يمكنكم يمكن تاثرون من فقرة شو اسمه النقدي ويضغط يلعب عليك وياخذ من نسبتك يمكن انك زبت الجوال قريت تغريدة يمكن كان حاشته قلت الجو خليني افديك مفتح جيت من انطلقت عليه هالنسبة نقصها لا اسمع انا بقول لك حاجة سياسة البرنامج تقول النسبة ابو خماش كبير يقول انا ما بيها وش طلع ايش انت الحين ايش تبي تستلع تبي تطلع الحين تبي تلعب يلا امشي وبجيب واحد غير ان قلت انا الحين قلت يا الربع الجائزه لكم انا ما ابي من ايش قالوا انت الحين ما عاد تبي ما عاد تبي البرنامج وتبي لك عد خاطر صفقنا يمين وصفقنا يسار انا ما همني الناس ولا اسمعني والذي نفسي بيده ما همني لا تغريده
ولا منجاني يركبها بدون عنان يعديبها ما يدري وين الله حاطه ما يدري وين يتقرح الموت يمتكي كذا عوانات زغود ياكل بندومي بطاطس ما يدري مرشح كذا ويسولف والله صدق بهاج فيه وبهاج فيه وبهاج ومسفر ومحمد مفرق ونطير ما عندي فيك انا اللي انا مفكر فيه طلاقتي مع الرجال اللي هنا اللي انتم تدرون بها اللي ما ادري في الكاميرا والله عليكم ابوي ولا انا الا الله ما همني الا ما همني الا انكم تعرفوني زين والله خلوا الكاميرات والاداره دي ترى ما والله انا قدام يشوف يواجه هناك وحبينا نسجل والله ما هو قدام الكاميرات والله نقول ما صاد والله انك وافي سولفت معك الله يرحم والديك صل على النبي ابو حميد والله يعقد وقعنا مع رجال انه معه الى اخر يوم شو لنا جاي تكلم عندنا احنا كل شيء شو لنا الرجال دعني ولا ما انا اقول خذوا راحتك تبجع خذوا راحتك لكن يا اخي يمكن يطيح فيك طال عمرك يمكن يطيح والله كلامك والله انا يا اخوي عندي راي أنا ما استبعد يمكن سلطان الهميلي ماسكك يمكن سلطان الهميلي تقدرون تسوون هذا بعلمك قصص يمكن سلطان الهميلي ماسكك صاد بك كذا في البث يقول يا ولد يقول على اللي درات دول يمكن عزيز مسويه يمكن فادي عزيز مسويه انا ما اظن عزيز مسويه ليش لماذا دقيقه ليش دقيقه بعلم يا اخي يسويه اعرفهم يا عيال ليش من اجل ايش لاجل تصنع له محتوى انت من تصنع محتوى لفقره النقد انت ترى انت بالعلم انا سواها معي متسابقه ابو عبد الله سلطان لو كنت عارف كنت عارف مثل ما انا الله يقنيكم بالله سلطان عزيز انا سواها معي متسابقه رجاء الله يا الله المهم ما نو رجاء ذا ايش فيه؟ قال اقلب على متسابق تعال معنا انت لكن قمت حبيت على خاش ما قلت لك على الشاشه والله يجي نصيح انتبهوا من البيعات على الشاشه ودنا على بث ولا غيره نصيح انت اللي بتقدم هذا الحين تراه 10 سنين قدام معك فايز ودنا والناس ما تنسى والله ما تنسى ولا تخلي احمد حنين في البيت احمد حنيف يوم طلع كبير لو قال انا بلغي العقد يا اخوان دقيقه لو سمحتوا شقق حلو جاء قال بهاج ابي اجيب فريق توقع اني انا بقدر اقدم له عقد معلش هذا صحيح ما اقدر ليه؟ لا مو بس ماني ضامنه يا اخي يا عيال خلوا العقود على جنب والله ما شحنت منها بس تدري وش العلم؟ وش نظرتي اذا نزلنا المايكات وركبنا في الموتر واحد انا وخماس بايعني تستقبل انت رفيدي؟ ايه ما يبي حلو ما يبي حلو انا ما اقدر اقول شيء الله يوفق انا قبيطه عمرك لو جلس انا قال محمد مفرح يا بهاج الله يطول عمرك انا والله ما ابي العقد انا ابي اشتغل بنفسي اقول تب خذ راحتك ابو مفرح يعني الحرام من شفت الحرام يعني لو احمد يعني لو خليني افديك جاء سعود العتيبي شقق العقد اعطاه محمد مفرح قال خلاص محمد مفرح لحال جاء معك احد ما جاء معك احد بصرك حلو حلو لو احمد من اللي بقى هذا 40 يوم حلو وانت تهش ذبان هنا انك تهش حالين تموت ليه تشتش لين تبنى والله استمتعوا الله يشغلك انت وسريلاك هذا انت رجال يا وسريلاك ليه ايش فيها؟ سريلاك لا ايه سريلاك ليس له مقياس عمري يا اخوي مو صحيح يستخدمون حقين يا اخي مو صحيح مرتبط يا اخي يستخدمون حقين النوادي ولا خصوصا ابي ست شهور تكفى يعني سريلاك يعني في اعمار يعني ابو رحيم هي الست شهور احنا انت تاكل طار الشجر اللي برا والله انا والله في خاطر شيء بس مستحي اقول بين قدام شو يعني شكلي بات قوي ايش تبي عادي خذ راحتك والله غريب عادي اطرب اطرب سم ابا حليب فراوله يا اخي من وينني طيب كاكاو يعني هي ربطه بينك وبين فراوله والله انا تراني يسموني كيوت البيت بلا لا والله بتكلم مع الاداره بيض الله وجهك والله لا اهم شيء سريلاك جيبها انت ترك الكلام الاداره بعدين شوف الا من الكبار من الكبار لا ايش تبي سريلاك ايش تبي يا اخي والله انجب ترى بزعل يا اخي والله ما احنا اخوانك يا اخي لا تجيب لا تجيب سريلاك ايش 6 شهور تمر الكبار سريلاك تمر اي وش غيره عسل عسل اذا تبغى تقسمه عسل وتمر وقمح ارفع اللي قدرك انا مردوك حتى والله اني انا متمرد من اول ترى تني بدا انت خذها تعال خلصنا على غشمي على غشمي ايش حالك شلونك طيب الحب حيه طيب بس كيف سبله ورمس شلون ترى العيد يا ابو زين طيب ترى دخل الان تقريبا ثلاث جوالات وهرب هرب وما دخلت شر صراحه دخلت بس اعلم باب الحيطه والحذر الله وجهك خير الله وجهك هذا الفعل يا رجال اللي معك طول ابراهيم عوني سريلاك تمر وقمح سادف لا والله ما توقف والله يا حبيبي عليك سريلاك تمر اذا بضبطه
يبث. الو يلا. انا صراحه ما اقدر اخليه يشوف عندكم. ليه؟ راح يدلع عليك احسن. بوديه. ها؟ بوديه. لا انتم شوف ما تبغى في حد يشوف. الحين احنا بث والله. اي بث. شوف اسلم اسلم اسلم. اغني. اي اغني. اي بنفسجي انا. اليوم خاطرك تسلم احمد الحين. والله اني بغيت. حدت والله اني بغيت. والله اني مكان اداور عليك. تعال خذ منك. ها؟ اصعد عندي فتنشيل. وش وش بالله الايام تنننننن سامحيني يوم دنياي زماره درى صبح ودار النماسيها غير ما باقي معي كود نظاره طيحات واحدة من عراويها كل برا كنت سجين مخضارة خشاير بيت عندها بيها سلامتكم وتمسكم ودعناكم الله يا هلا يا هلا يا مرح الله يحييك نشوفكم على خير يا هلا يا هلا يا مرحبا يا بني اضحك عادل لا اطع لا انا ما سويت مشروع لا والله ريال ما بس لا والله ما حاك احد شرق ولا مغرب؟ أصلا مغرب. تعال 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 جاي تعال جاي. قشطة يا الربع أقسم بالله عندنا القشطة هذه. أدمان. شيء يهول العقل. أدمان. الله يبيض وجه راعة على فكرة. أشهد أنها تنحسب الحساب. حابة. من هذا؟ الله يبيض وجه راعي الفكرة راعي الطيب راعي الخواض حياكم جود والله طلع عنده سلوغن راعي خواضه والله العظيم ليدرنا يا أخي قسم بالله اليوم هاجموه خماش والله ما يستاهل والله ما يستاهل هو الرجال صدق إنه إيش فقرة إنه يا أخي بس عادي الرجال يشتغل على فقرة ويشتغل يدعم وهو جاي مع الفقرة عرف يجيب لنا شغله تم نحتاجها إيه. يا ابن حق غير السفريه اللي ما حد سبق عليها بغى يحرمنا السفريه والجلسات والله قاعد يراد البغاي بغى يهاجمون عبد الله خماش يا اخي بغى يفارق الصف رجال ليه احمد الحين والله وجهه نظره والله مخطي السف لا والله مخطي ما عاد فيه لا تخطي الرجال هو ما هو فيه انا يا نادر بالنسبه لي انا يا نادر لو احد اللي يادر ذا قال امش معي وبدون نسبه ما جيت معه تدري ليه؟ لاني لولا الله ثم الخماش ما دخلت القناه يا اخي واجد ما دخلت في بدايه البرامج ايام المفاوضات كان يقول تعال بدون نسبه مهما كان الربع كله بدون نسبه مش ما حد راح راح على الاول ما يلحق ابو يوسف اي والله والله لا تدري بعقود ولا غير بعدين دقيقه بعدين انت ترى الموضوع هو بزنس شوف بعلمكم بعلمكم انت يعني بعيد عن القوه بعيد عن كل شيء تجاره الرجال تجاره الرجال هي تجاره الرجال بس وش هو بالاول والاخر هذا بزنس يعني ابو حنيف رجال عنده مبرراته تدري مثل الرجال تراجع عن قراره تدري متى يصير بزنس رجال ما عمرك شفته الحين احنا مثلا نسوي عقود او صفقات جيت انا قعدت في مكتب منين انت فلان والله انا من البلي واحد من عيال عمه اوه صدق والله خلاص بنقصها 50% لا هني ما تصير هذا تعتبر غفله وانت محشوم عنه لكن انا بديت واشتغلت وصارت الامور
بعدها اقول لا يمديني اوضح له تقصيره من غير لا اقول انا بنسح. ممكن طيب الرجال بين له تقصيره قبل والرجال يمكن ما انتبه له على كلام الاداره يعني يقول بان هذه الاحصائيه اول مره تطرح حتى هو تضايق منها. طيب, طيب شلون هو يجي يعلمه باحصائيه وهو ما يعرفه ويقول اول مره اسمعها وفي اشياء واجد قاصرين فيها انت؟ لا بس ابو حنيف الرجال عنده مبرراته اكيد عنده مبرراته انبنت على شيء خطا. ليش خطا؟ ممكن خطا. ليش ممكن خطا؟ اخطا مالت بهاج اللي هو مال الاحصائيات, اخطا مالت احمد الرحيم مالت احصائيات, اخطا مالت مسعود مالت احصائيات. لما جيت عند عبد الله هي صحيحه كامله؟ لا, قال لك الرجال انا سويت سبيسات سويت سنابات فهم ما معنى الله. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم على هذا فايز محمد الحطاني. نعم. ونعم ويستاهل في وجهه في قفاه. نعم. وخالد الشمراني. نعم. عبد الله خماش. نعم. محمد سلطان العسيري, تركي ابراهيم العسيري, فيصل المطيري, فيصل محمد المطيري. نعم. تاهل. قولوا لنا الاهل الله يسهلون 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 يسهلون. ما يقارب 7 اشخاص. اقسم بالذي لا اله الا هو اني ما انسى جميلهم في بطني الى الحين. نعم. وانهم هم اسباب دخولي البرنامج ذا. محمد سالم دعيرم. ومحمد بن دعيرم عز الله. محمد بن سالم. لا والله. انه هو انك في بالي ناسيها. هو علمني عن محمد يوما في البرنامج. محمد سالم دعيرم. اذكره. هو عبد الله الخماش اللي جايني في الكافي اذا رجعنا الصحيح. محمد بن دعيرم وعبد الله الخماش. وهم اللي تطلبوني ادخل يستلمون التمثال وجلبوك في الجنب وهم اللي تطلبوني ادخل برنامج. احنا يا نادر مو ننتقد تصرف احمد بالعكس. لا مو بنتقده انا عندنا بس انا يوم شفت كنت تكلم في الموضوع ابو شاكر ابو شاكر قل له الله تكلمت في الموضوع حبيت اوضح الصوره هذه بس بس تبغون وجهه نظر الموضوع وجهه نظري يا عمر اسامه ان اذا تبغون تناقشون الموضوع ذا لازم يكون احمد موجود لان عنده وجهه نظر. لا انا طلعت موضوع احمد انا اقول لكم الاشخاص هذول هم اللي سبب دخولي في البرنامج. انا عندي وجهه نظر. اول يقولون صالح له 10 جلسات ومدري كم قصيده البدايه والنهايه نجي انا والعسيري وحنا نعطيك المجال نعطيك باصات لا ولاهم انت ما تشوف. والله انا لان والله ثم لولاكم كلكم المتسابقين اني ولا شيء. يا اخي هذا لاعب كبير يا اخي عبد الرحمن جيبه يا اخي شنو اللعب في الكلمات قضيه راي ها عبد الرحمن لا الله يرحم من جابه. الله تحت البث تحت الهواء والله اني ما تحت الهواء تحت الهواء والله تحت الهواء انا حافن بالله ولد صالح جاب راسي يوم قال انا لولاكم ولا شيء صالح حط هذه تكون في الثلاجه ها ما حسبني بيقول انا خابر ما هو كذا صالح انت وش غيرك حط هذه الثلاجه انت وش غيرك تعال ما توقعها منك ما توقعها منك دقيقة أنا ماني خبرك كذا يا أخي أنت خبرك تقول أنتم فاشلين وش طر عليك الكلام ذا يعني كيف طرت على بالك كلكم فاشلين كيف خاصمش صدقني ما يجيك شيء تعال واه القهوة وين يا الربع القهوة وين ما لك زوم أنت إحنا فاشلين هاي دورك القهوة دورك واحد سبق القهوة يلا بلا وين قهوه؟ ما في قهوه. كيف ما في؟ اشرب قشطه كل قشطه وكتب. اشرب ماء. ايه ابو نايف. هب صخت هزانك تغرف غرف. لازم. الله يجعله في العافيه. ما في؟ ما داني. اجل والله ما ابي طلع في ابو نايف. ما في. مع انك ما شاء الله تبارك الرحمن. اندومي، بيض، قشطه. ولا تسمن ما شاء الله عليك اللهم لك الحمد الله لا يضرك اذكر الله على لا يموت الحين ثم قال راس في راس مطيري ما رحمك خل جاك الثاني ارحب يا ابو جابر تبقى يا ابو مرحبا هذا بعطيك بدا والله انك قشطه خلاص او ماي جاد وات از هيفن او هبلي ما هبلي اول مره اطقم في الحياه اول مره يا مسلم اول مره الله يفقع قلب العدو وانا استغفر الله اول مره يا مسلم اول مره حظي عارف لا عادي حظي عجاجه والحبايب قراطيس من يمسك القرطاس وقت العجاجه طهر شو لابس عدك خلاص
يا زادنا اخبار صابكم يا اهل الجنوب دركم اقبل المطاش سلمهم من زراها اشركم انا طلع نجي برا ونتن ونتاها والخرايق نايم ونتن يتجمن هالجبال الراسية يا محمد من قسال وقت قل لي كفالي وانت من ربع انت حد الظروف القاسية شو الله مش عدل لكم مشان عنده هيا انا بي جايش ها ها كاني والله اني خايف على هادي اقسم بالله عرفت بعدين توني اخر شيء قلت يا ولد ما عاد في هذا الدور خلاص الرجال فهمت بالله وش تانس اللي اكتبه الله وبالله واللي الله كاتبه بسي وكل شيء يا اخي احنا ماخذين كلمه كل شيء فيه خيره كذا ماخذينها تحس ان احنا ماخذينها محمل الجد بعض الناس لكن يا اخوي صدق كل شيء فيه خيره يبني. الله هو اللي كاتب لك خروجك طلعتك قعدتك امورك كل هذه كلها فعش الله يوفقنا ان الله كاتب له خير والله ان شاء الله نرده وان الله كاتب له فيها شيء ما هو بزين له الله يكتب له اللي فيه الخير خير يا رب لك الحمد وين سلمان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انك ان شاء الله ان شاء الله انك يا اخوي ان شاء الله انك بكره ان شاء الله من الراجي وانت باذن الله سابقني على الرجع المفروض ناخذ من خبرتك يعني يا بكره يا بكره ترانا محترينك عسى الله يجملنا ها لا لا طاش من زارا هو معجب على الشعر هذا مع روايات خذ لك اجواء زير سالم لا هذا الزير عساك سالم لا هذا نص الزير سالم معجب قال الزير سالم قلت هذا نص الزير سالم هذا قال الزير عساك سالم نص يسد عليه ليه ما تضحكون على ذباتي صاير هيك والله عشان يطالع براين يا عمي هذه ذبح لا توقعت انك تطلع براين ها والله اي لان عرفت اني انخصم علي ومن دخلت على مصر انا امس قصدي ذاك الاسبوع الماضي خصم شديد والله يعني ما عرفت كم بالضبط بس ادري انه خصم شديد فكنت متوقع ان شاء الله يعوضنا بس وخصم عبد الله خماش 1000 ما ادري منين طلع تجمع تكالبت علي من كل سلامتك والله من الله يا ابو شاكر مرد الله بيسعدنا يا ابو ساره ما رد المقفي كذا بيلفي ويستوفي وانا اقولها غزليه القصيده الحبي يا يا وذر يا اخي بس لو تلاحظ في اغلب امور حياتك انا دائما تعجبني مقوله عمر بن الخطاب يقول لو عرض على الناس مصيرهم لاختاروا ما اختاره الله له يا اخي مرات انت تكون متعلق في حلم اقسم بالله ان في احد الاحلام انه يمكن بكاني ثلاث ايام وانا يعني كنت في مقتبل العمر وخلاني اصلا اطلع برا الكويت على اساس بس انسى طول عمري ابي اتخرج جت فرصه ان ادرس برا وانا والله العلي العظيم اني رايح الديره مو شايف منها الا صورتي والله اني ما ادري وين رايح اني بيستقبلني اقسم بالله ولا ادري عنها ولا لو تقول لي انت رايح ايدي اقول لك من لندن لا امريكا اول ما كنت توني ها ما قبلوني رايح سياحه اي ما قبلوني لا مو سياحه ما قبلوني في المكان اللي ابيه وقالوا خلاص روح جرب لغه
ويقنعوني بعض، يا ولد حرام المكان ترى اللي تدخل انت يمكن انه يدمرك، انت عند يا ولد. قلت يا ولد خلني بروح بس تغير الجو، اقسم بالله واروح هناك وقعد فيها 5 سنين واتخرج، يوم من ترد لي بعض الامور اقول يا ولد تخيلني مقبول في الامر هذا. احنا مشكله الانسان عنده رؤيه لحظيه بسيطه جدا ما تتعدى يمكن سنه او سنتين، لكن من يمر فيها الوقت الله سبحانه وتعالى. لكن انت اللي عليك شنو؟ انك تتوافق مع كل حدث يصير لك وتقول الحمد لله لا حول ولا قوه الا بالله. يا ربي لك تعال تترجف عشان باص بش اسمه اي فاش. ويمكن ترى كل واحد فينا تلقى له موقف صحيح لو يتذكر الحين يقول الحمد لله انه ما صار لي، مع انه بوقتها يمكن حس بضيقه ما يعلم فيه الا الله سبحانه وتعالى انه ما صار. والله اي فلذلك مقوله مع انها مطروقه ومشهوره للخير فيما اختاره الله، لكن فعلا. وترى الانسان اللي يصل الى مرحله المصادقه التامه معها ان ما هم اي امر ما دام انه فعلا متيقن منها، والله انه تلقاه من اشجع الناس في العالم ما يخشى شيء. صحيح يا ولد لو يروح تروح احلامه تروح قدامه ما يخشى شيء. كل شيء فيه خير. شرفنا فيك يا علي في البرايم، انت نور في اياش في مصر السعودي. ما هو برايم صح؟ المثلث برمودا راح يحضر لنا اليوم بكره. نور برايم بعد ممكن ترى مثلث برمودا يختفي مره واحده يطلع برايم عندكم. شلون يطلعون يوم واحد؟ خصوصا اذا قفل المايك. انا بس ما يصير عندنا ظل عن مندي. تقوى عطني واحد على بالاسم تقوى. ظل عن مجسم انت راي المعرفه. الله يرد عليك قصدك يا ولد. ظل عن دخل برايم هو موجود. قال اعطني واحد قلت له شالح. انا بنشدكم عن الله. اسلم اللي ما يدري وش وضعه ما درنا برايم يعني حضر هنا على طول سيد الكرمه. يا ولد والله كان مفروض ما يحطون برايم يا رجال. عسى الله يرحم ميتهم. جاي من حزن تحطونه في حزن. والله سلام. خذ امه نور. فانا بما اني انا طلعت برايم قبل اتشرف صراحه بخروجك في البرايم يا علي بن عسال. ظهورك ظهورك في البرايم. سلم علي. حياك. لا 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 تسوي خذ ودي بتحصل الحين بالخبره يا العزيز. زياد نقول تصير ثاني مره يا طرح نواف للحين بيكون ضيف عنده. شوفوا جلت جلده وطرح مسفر اللي اضحك انا عليه. هو يقول اتمنى انك تجي علشان الضحك اللي ضحك الحين زياد عليه يوم من يقول لك من بكره برايم. انا وانت العساف ونواف مثلث برمودا ومن نختصر الثلاثة هذه ولا باب حمد المفرح هذا ثنائيتي مثلث برمودا أربعة ومن بعد وهادي ورا الباب. هادي والله العظيم الحين نادر نادر ايه نادر شلون نادر سعود الحشان بعد وسعود الحشان سعود الحشان الحين سبعة خلاص ستة موجودين واحد مستحيل نادر كابتن غريب والله عاد فايز اسبوعين ورا بعض هو اي بس بطل الكرنفال جاب سابتم يا جانو تدري في قصة توقعات كل برمودا برمودا في الابراهيم صالح صراحة ما ادري رزق على الله شلونك؟ ما في غير طلع احمد حليب ها ظهور النشامة ابي اجهز قصيدة ظهور النشامة اي بجهز الابيات انا بجهز الابيات من يقول لي صوت على نواف ضد هادي لا يا عزيزي لا 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 بكره معنا وداع عندي كنت دعم بينك لا ان شاء الله والله اني اطالب في الدعم يا ولد يا الدعم دعم القوات السريع والله فيكم مكسور وانتم وافين لكن عاد نبي نشوف وقعكم بكره ابي اشوفه بعيني يا والله تبي الصدق قويين اللي طالعين ابراهيم كلهم قوي قوي الله قوي الله شلون قوي الله بس لا اقصد كم متسابقين كلهم منافس انا متامل فيه متامل فيه دعم الاشود واثقين فيهم ان شاء الله تيك توك الاشود مسميهم الاشود اي والله انا مسميهم الاشود على شاشه اللي ياكلون الاشود ها على شاوس ده انت يعني رهان يعني تحدي شر تحدي شر ابدا اللي عينه ما تنام انا متامل خير ان شاء الله امي تنزلي على جبال ومتامل فيهم كل خير ان شاء الله والله انا سجل ارجع سجلوا تحدي ذا يستاهل انا اتحدى بقوات التدخل السريع انها تشلكم على الصدام كلكم على شاوس ما ميدان احمد ها ميدان احمد مستنزفتموها قبل احنا ما رمينا طلقه
ما شفنا لنا معركة تشوي. إن الذخيرة مليانة عندنا. ها؟ الذخيرة مليانة عندنا. راحت الذخيرة. لا ما تبي. على الحجاج. كل ما باحت ركب الحسن. ما دخل ما دخلت الذخيرة إلا يوم إنك تشوف ندلك وحرب لك. أنا والله ما شفت حرب ولا أنت. بكرة أدور. إلا إحنا جاهزين في الكبير وفي الصغيرة. جاهز عسى الله يجملك انت الكبير. مبتدي يا ابو شاكر انت مبتدي ومفروض ما شفت لي حرب ولا شفت لي ند يا ابو يا محمد ما شفت لي ند ولا شفت لي حرب والله كفو انا ذاخر ذاخر اسلحتي وذخيرتي للحرب التسبيله والرجال من اول العرب تقول هذا رجال ما يسوي في شق هل ما رميت لي في شق ايه بس لكن الحين مع العرب المهدده ذا الحين انت الحين انا مع لو انك مثل صالح البلوي لو انك مثل صالح البلوي كان يمكن ما دخل لا دخلت الحين ايه الحين دخل الحين تدري وش السبب حلش عنك ما بعد جهزت سلاح لا هي زاهبه بس ما شفتي لي حرب انت اسوى الحين رابع اسبوع تشوى والله انه نغزني قلبي يا اخي والله انه اخي نغزني قلبي حسني كنت تطلع والله كاني طلعت خير على خير وان بقيت خير على خير هذه كلها لا من اول احنا طلعنا خير وانقعدنا خير احنا خذنا خير والله لكن لو ان الود ودنا ما طلعنا حتى في التسعين خلصت الدنيا اخوي ابو غيث ان جلست خير كلك جلست في ضيقه الخاطر وانت طالع مني هي الضيقه الحاله وانت طالع لا ما بالنسبه لي انا ماني بضايق وحتى ماني بضايقين عليكم تدروا ليه لمكم خلصتوا يمديني تفرغ لكم برا مسوي كرامات وليش تقول انا اتحداكم بتدخل السري هذا يدوم مصامخ مصامخ الروس دي لازم اصامخ انا ما خلقت الا اني اصامخ الروس ولا وجودي زين اذا ما صامخت الروس لا يا ابو غيث لا عايش الا عايش بامان الحمد لله انا بامان الله قبلكم يقول ذليله حياه اللي ما يعرف ولا ينشاف لو انها بخير وصحه وراح مقيمه يقول مزدلوس سنادا على كلام مرات واحد يكون عايش بامان واموره طيبه بس يعيش حياه الذل مو بكل الاحوال يعني لكن الرجال اللي بيجنب عن المشاكل ويجنب عن الأمور اللي فيها حك عودي يجنب عن المنافسة اللي كله بس يبي يجلس الحالة ما يبي يشوف العالم ما يبي لا حب السلامة كلمة تبني عزمة رايحة ايه أما بالنسبة للرجال المستعمل اللي ما جاء فلقة ولا جاء شق في خشمة من كثر ما ينطح للصعبة هذا علي علي, علي علي عن رجال المفلوق الرأس مني وأنا مقطوعة النذري وفيني قبعة هنية أما الرجال اللي وجيها سالمة ما ادري هذا من حاشي منها تلقى الفلقات في راسه من ورا ولا انه مخض حرب لا والله يمكن ما لها دخل لا انا اقول ما لها دخل ولكن يمكن هو ياسم رجال ولا قدروا يسمون يتحصل تحصل بعض الرجال بعض الرجال ما قلت سلام والله جاء بين العيون ما اخذها الا في الناصيه اذن لك لا قطع منه في الناصيه رجال الله يكفينا شر لكن انت الظاهر انها جايتك على حين غره مو لا والله انا اكبر عين على المسمع مني لا والله الا مقبلتين علي لكن يوم شفتها والله بيبي مكانها مكانها والله مكان مدبر ما قاعد عنها والقطعه اللي قطعت والله مكانها مكان مدبر لكن والله ما مدبر انا منها لان صتني يا سلام يا ولد وغدا عمره 23 حق رجال لما يجي شيء ثاني والله كر وفر الدنيا عاد ايه يمكن وغدا عمره 23 وما شفته البارح الا والله يكر ما شاء الله عليه ولا فضل ابي فما بالك بابو ابي الله يطول عمرك بعدين من زود الايمان يلعب في المسجد ذلك اي ترى كلنا انا وياه لمنا استانسنا احنا نتعود احيانا من الضحك الزايد ما ودنا نضحك الضحك الزايد لان نقول بعد الضحك الزايد ممكن كل يوم ما ارقد يا ليت فطرت سبدي من الضحك لا لا الضحك زايد ترى مو بزين الضحك يموت القلب يموت القلب لو من غيره يقول ما نضحك ضحك زايد جته مشكله ضحكت لين يلا تعودوا من الضحك الرسول صلى الله عليه وسلم كان ضحكه ابتسامه يعني شدقيه يعني يمده ايه فهذا الضحك الزايد وهذه الوناسه انا وولدي ما نحاول نزود فيها نروح المسجد ما ننسى المسجد ايه الله يحفظه يصلح لك ما شاء الله تبارك الله يجزاك خير ابو طلبت انا ابو حاج قلت له ما ابغى تغريده لي ابغى تغريده لغيث انهم يذكرون بعض الناس يمكن ترى صدق نشدك يعني بالله صدق لو قالوا بنجيب ولدكم عز الله ما نجيب يا السبب الاطفال تراهم غير السبب بانواع الاطفال كلهم السبب السبب اول شيء الطفل له بيحصن نفسه عرفت والطفل توه صغير يعني العين يمكن تصقعه وما يتحملها عرفت؟ كل عين تصيب الا من قلم ما شاء الله يمكن بعض الناس طيب ما يبي الا الواحد شاف يقولها بنفسه طيب سؤال دقيقه يا رجال لما نطقها ابو غيث
رايك باللي مثلا مثل عبد المحسن اسير مشهور يصور عياله ورعين، وجهه نظرك انت تجاه هذا الموضوع؟ خلي الشخص وجهه نظري ان اول شيء اكيد ان جميع المشاهير ما يطلعون عيالهم في السوشيال ميديا الا محصنين. بعيد عن المشاهير، انت وجهه نظرك تجاه الموضوع هذا، بتطلعهم وتطلعهم وليش؟ والله ما اعلم، احيانا ترى بعض المواقف تجبرك ان ولدك ما يطب في حضنك غصب، تقدر تحد الشباب اي، او انك تصوره في 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 موقف يعني منه رساله ونصيحه للناس، بس قصة يعني عكس هذا معرض اكثر لل اي، بس ان الطفل معرض ترى له اكثر من. وانت ابو عساف؟ والله انا من الناس اللي صراحه دائما ما يتوجه للوسط، يعني الوسطيه في الامور، في ناس يحبسون عيالهم حبسا شديد يعني. لا في التصوير لا، اي بشكل عام يعني تلقى حتى هو مسافر مثلا ما يقوم يصور لان عيال، ولا لا امسح امسح سنابي ترى ولدي طلع طرفه، ولا يعني هذا خطأ كبير يعني. الواحد يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويصور ويذكر الله، وترى يعني قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله، اللي يؤمن بهذا الأمر ترى الله يوفق حتى في تفاصيل أمور حياته بحسب شيء اللي هم أمور. مش ما قول قرصتها قرصها أسلم 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 أبو شاكر معك أقواب ولا شيء أدري شاها قرصها، فهمت شو هذا خنفس اسم ابو اسير امزح اقول قارك خنفس هذا دلدي، بس ان هذا نسميه خنفس مندبل هذا اللي صار على الدرعان والتصوير، هذا لما جاء عند الرجال ولد ذاك اليوم وقالوا تمايم وفلان جاء ولد هم صار هو بعد يتكلم قال يا ولد كل اللي جاء ترك خنفس اي كل اللي جاء حتى الخنفس يجي له سمع ايه اسم يا عسيري خليني اقول يا سلام. لا والله انا اشوف يعني واحد لكن عجبت قبل جاء الخنفس يقول لا تزعج حتى الخنفس يجي الخنفس ما طلع من صدر شيء ابو غيث ما ضحكت لما عند اسير ايش قصدك؟ لا طلب هناك طلب هناك ابو خليل ابو سعد ابو صالح فانا اشوف لا لا يصوروا الاطفال لان فيها قتل لطفولتهم وفيها بغض النظر على العيون ان شاء الله بيقولوا عليهم لكن فيها قتل لطفولتهم يعني انت عندك عيالك ما تصور اي كيف قتل يا اخي تخليه يتصنع ويمثل اشياء وكذا سو كذا يا ولد انا وجهه نظري هذا ايش فيك طلع عليك طاري انت يا ابو انا والله عندي اخو من صغير اصوره الله يحفظه في الشهر مره مرتين ثلاث مرات ايش به لك يا محمد ان شاء الله انكم بتشوفون ان شاء الله بيجي ايش به لك تورك كثير يعني تصير سناب مخصصه وقت ايش به لك انا ان شاء الله نشوف لا صدق الشبع انا رجال اشبه ابوي يعني انا ترى لما منكم شفت ابوي نسخه صلي لو اوريكم والله اشبه من ابوه وكاد يعني تصور سنابها له هذيك حمود سو كذا سو كذا كذا سناب ست زي بسمره لا والله ما انا بقول سو كذا اصلا ما ابي اصوره طال عمرك سناب عادي جدا واشوف تصرفاته تلقائيه واضحك عليها واخذ اعطي معه لكني من اللي ما اصوره لو انا قاري الاذكار علي يا حقتي ذكر الله طال عمرك يوقن من كل شيء ابو جابر انا اتفق مع ابو شاكر الوسطيه وسطيه ما تصوره مره ولا ما تصوره مره طلع انا عندنا في عائلتنا ناس ابو محيطي بغيت احطها في العائله ناس اعرفهم لما جيت اصور الولد مثل ما قلت الولد ما ادري احسن بيطلع ولا بدي حق له حق من حقوقه بغيت والله الذي لا اله الا الله كل ما جاء الموضوع عند واحد رطمته فأقول لك حق من حقوق أن قلت تصور ولدي ممكن واحد ما عنده أطفال ويتمنى الأطفال وعين نظرت ما ذكرت مو بشرط أنه ينطقها فلا بالنسبة لي لا والله أنا ضد أي واحد يصور ولده يعني شوف هي ضد الفكرة ضد الشخص اللي يصور ولده محتوى قائم على صحيح. يعني أنا مرة في الترند مر علي مقطع أنا ما أعرف منهم مشهور وافتح السنابات اللي يستقبل بنات أنا ما النوع لأكره الأطفال كره أعمى سلم بناته الله الله والله ما تحب الأطفال ما دانيهم أنا اللي والله ما داني الجلسة هذي اللي الرجال اللي ما يحب الأطفال فيها أبطيت في أبو غيث ليه بارح تلعب ولدي كذب من قدامي يا رجال ما ألعب عشان أبكو ولدك ما هو طفل ها ولدك ما هو طفل رجال لا والله طفل عمره خمس سنين يوم كنت لاعب إذنك تتذب علي قول لا إله إلا الله الرجال كلهم أطوال شاكلهم والورع ذا حول لا داعي العب انا وياهم الله ريب والله ريب والله رد ما تقوى يلا خلاص عاف الله عنك لا بس ليه ما ادري والله عمره خمس سنوات غير المهم يا ابو اسخن عليك افتح السنابات افتح السنابات الا والله واحد مستقبل بناته اثنتين من المدرسه
ثم شاء الله لا اله الا الله. تعرف يجيك احيانا ما اهل الجنوب ولا اهل الشمال ولا لكن اللهجه على اللسان ويجيك من ورع جايبات القهوه استقبل هو جالس وجاي دخلت عليه بالقهوه سلم عليه حب راسه صبوا له. انا ما داني ما داني الاطفال اكرههم كره اعمى ولد لا تزرع الكلمه براسك هذه لكن لا تفضل تكلم لا تزرعها ترى خطا يعني الكره ما هو زين لك يعني ترى لما تقول الامر شوف فهد معيان ايش يقول ممكن اكمل يا اخوي انا انصحك نصيحه انه مو حلوه تطلع تقول انا اكره الاطفال خليها يكمل حلوه لما انت ابو شوك ابشر الله ما ادري المداخله ذي تقطعت كم مره لكن الشاهد اني انا وانا اكره الاطفال يعني جاني كذا شيء يعني شعور زين وانا ما فاتخيل انه واحد ما عنده اطفال واحد اتمنى الاطفال مزين واحد عنده واحد كي ينظر كذا ويعجب فيهم فانا ضد هذه الفكره اطلاقا مره صح ما يرد بس الله يعني وانت هاك خصوصيه بعد خصيه الطفل الطفل بس بس والله جاء امرك انت كل دقيقه عزيز تفرض الجنة سقاك الله من مال الجنة سقاك الله من من ما 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 قطعت هدف بكلام ولا قطعت يا اخي معجب يبي السلام عليكم نقطه خضراء سولف نقطه في احيانا لازم إيه؟ تشطح بوقتها بلحظتها لازم يعني ها مو قطعه سالفه تدري شلون قطعه سالفه كل شيء منك بعد سالفه تدري شلون قطعه سالفه انت الحين تسولف عن الموضوع تشطح علي انا لا تسولف عن الموضوع ما حرجتك يعني ولا ايش بنص السالفه ولا مقطع مرة ولا مقطع اقول لكم الربع صار معي هني قطع بس لما كذي مشاركات اي والله اللي يجيني يقول لك مقطع المردك هم يقول سالفه ذا لا انا ادخل ترى يا شباب حتى في لما اقول قد مره صور واحد انا اقول قصه هو الله يجزاه خير يصور ويعلق ما انا متعود على ايش فبعد عرفت اسولف متعود على كذا اصور ثم ارسل ثم اصور حبل افكاري ادخل جو فانا لما اسولف بدات لما اشرح شيء ادخل حبل افكار انسى حتى اللي حولي ف اتفشى يقطع علي يقول او اني اسفه تماما وانا ما احب يقول هذا نادر اليوم من اختبارات قناه السعوديه او يعني احدى القنوات الاخباريه انهم يركبون ايربيز عندك وثلاثه يسولفون ومواقف فاحيانا يعني اشوف ان اذا انت تعتقد هذا لازم تقويه اذا تشوف ان هذه كل شويه يقطع حبل افكارك انت في مواقف راح تكون مسرح مواقف ديوان شقه عالم لا أنا قلت زيتين ها قلت اما اني اسفح واكمل انا ما احب كذا مو لا مو شرط سف هي يعني يعني لما تكلم 10 وراي كذا عادي اكمل يعني موضوع. احيانا تقدر تبين للشخص انك ترى ازعجتني مداخلتك اي زين اكمل لك عرفت شلون زين اكمل لك بشكل فهو يحس عاد اللي ما يحس هذا انت رجال قاعد تسولف على الرجل نقدر ناخذ تعطينا سالفه القناه السعوديه دامك طالع ابراهيم بكره طالع طالع لا لا ورا ابراهيم احنا انا احس انك بتقولها بعد ما نطلع لا لا اي لا طلعنا لا بتقولها قدام العالم والله ما ها لا لا ما تصرح طيب ليه ما تقولها دلين ما تصرح ها والله العظيم منها عيدي لا والله تصرح تحس انا يدي بتطلعك ما تصرح ايش ايش يا ابو ملي ملي كان معك واحد ملي كان معك ابو شاكر بالله تقول انا مسافه الطريق العام اللي معك ايش كان اسمه أعلمكم بغيره لا لا ما تصرح ايوه محمد كدا. والله نبي هذه سالفه كذا والله ما بالله عطني اياها والله والله ما تصرح كيف والله ما تصرح الوكاد الموضوع حاصل معه ومعي علم ايه سمعت وفيها والوكاد وقتها انا كان اسمي كان اسمي كان اسمه فهد فهد البدر فهد البدر انا كان اسمي حسن السعيد حسن السعيد والله انا موعد اني ما اقول شيء ان كانت تقدر تقوله لا ما اتم والله اني اتمنى ذلك بالله عطنا يا مشاكل لا تدخلنا لا تدخلنا اشحدكم إيه؟ سالفه والله ما تصلح يا رجال ما تصلح. تصلح ان شاء الله يعني انت كل سؤال في البرنامج لا 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 ها. ما تصلح هي ما تصلح اي يقول قناه يا اخوي ان قلناها فيها ضرر علينا انت رضيته بنقول ما تصلح ما تصلح عادي يا رجال طلع ابراهيم يعني ما تدري طيب مثلا لو اعطيك مفتاح موتر يديك تقول والله لو تعطيني عمر موفور موترك موفور الدرجه زين اضربونا نبي نقص ما احنا مخلي نبي ذي احنا نبي ذي محمد والله ما تصلح والله والله الله بسمه طيب بعد البث طيب تخيل مثلا في الغرف تعلم اي مو ها بيننا جينا كذا في المشبه المكان بدنا سالفه عالميه
كل سوالف عالمية أبو شاكر. سوالف عالمية. حسنا قال خدمة. أنا عارف متى تركي يا ولد. أود سولفنا كذا شوية قالوا إيش عندك؟ قلت الله جاية معكم ومشارك وإيش ذا؟ قلت الله صنع شيء من لا شيء، وهذا الشيء شوف إيش صار قبل شوي، شيء من لا شيء. الله غني من شيء. والله الله غني، الله غني عنك وشاك. لا يعني أعيش حياتي والله يعني ماني شاعر. أنا ودي إني شاعر ولا منشد، احس ان الشعر والانشاد يطلع شيء في خاطري. بس عادي ولا واحده عندك ولا شيء؟ ترى عادي عادي عادي. شوفني ترى انسان كتوم، مو لازم تكون شاعر ماشي. تروح في الزاويه هذيك امتي ثم عطها. لا 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 انا اتكلم مثلا حزين تعطيها شيله حزين عادي، جيب هادي واشتريها حزين. هادي هذا هو سبب سبب حزني في البرنامج يا ولد. هذا يقول نظرت في واحد كشمر وجهه واختره. انا كنت اطلع عند الربع اي ومناسبات حفلات اي شعر اي الله كنت اضل الى من طلعت احط كاميرا في العمر وجاء المنبر جيت وقفت على المنبر ما ادور الناس ولا شيء. الناس تضحك تبتسم أيه. ادور اخواني وين؟ اخواني وين؟ هم اللي يعزونك تدري هم بينظرون يا ولد. بعض الاحيان كذا امور طيب اي بعض الاحيان يعطيني باور. بعض الاحيان اليوم اني عندي حسين اخوي الله يخليه لي يشتد ويشتحن ايه مشاف مرت فيه معصب قلت انا جاب العيد تم لخبط. الثنين لا يا مني شفت نظرت فيه ونظر فيني ابتسم ضحك زبطه زي قصيده وزانه ايه صح. لكن يا مني شفت انه قال بعينه كذي طايت من القصيده ما دريت اني جاب العيد جاب الدنيا. لو انه هو متحمس ويشوفني كذا بس ينظر فيني حماس بس ينظر فيني كذا لازم بور يرجع يرجع مستحيل. ترى مقابلة الجمهور شيء يقول ترى مقابلة الجمهور والله غير مقابلة الكاميرات شيء يقول 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 مقابلة الجمهور كذا حشت قدامه في مثل على الشيء ذا وانت تطلع فوق وانت تطلع فوق مسرح مواجه ال لا لا هذا لا لا هذيك حقت عيشة عيشة لا 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 في مثل وشو مواجهة الرجال ولا مواجهة الا يخترع مثل هذا اللي يقولك يخترع شيء من لا شيء هذا والله في مثل اللي هو يجي يجي مواجهة الصفوف ايه ولا مواجهة ايش ولا مواجهة ولا صفخ الكفوف. كمل كمل بجيب يا طول عمر وسامة. انا اول ظهور لي كان عمري 19 سنة كذا قدامي قدام حشد قدام حشد عاود يومك طلعت ليش؟ كان طالع لي مقطع في اليوتيوب والله لو يلقونه ظني اطلع لهم انا والله اتحداك قسم بالله لا تقول اتحداك ترى والله اتحداك انا يطلعون والله يطلعون اسمع والله يطلعون لا تقول لا تقول يعرفون نيتك الحين والله ترى نيتك انا ايام ما في ثقافه ترى رجل طلع لي صوره انا توني بادي جديد توني طالع كذا عرفت النبته توني بادي طلع لي صوره ما ادري وين طلعت انا ما احتاج طلعوا رحت البيت كله في احد مني مش ولا احد علي ما احد قبل ما سمي لا اسمع واقول لك اول ظهور كانت امسيه شعريه امسيه شعريه جالسين جالسين طيبه امر طيبه امسيه ليش بك تشرب شاي امك زين طبعا اوكي صح ان كان وقتها ايام فيها ايام ثالث ثانوي كان في بس انه اخوي انا بالمدرسه عادي ما عليك منهم تمشي عادي. اي تمشي الامور طيب ويعززون لك اخوياك هناك الشله ايوه تصبين ينظرون فيك ايوه ولا ويعززون لك حتى لو ما يدري وش تقول عرفت بالثانويه عادي يسلكون لك. لكن يا رجال المشهد اللي قسما بالله انه كذا عرفت اللي صدق صدق حسيت بالربكه بس وش اللي انقذتني برضه انقذتني القصيده جيت ابغى مسوي كذا مسوي فيها اني ايش اني خلاص تعودت على المنابر تعودت على الدنيا وجيت ايش بعطيها مقدمه ارتجاليه قلت ما ايش احضر مقدمه لا ما احتاج واجي ابغى اسلم على العريس ابغى اسلم على الحضور وحضور وكان الزواج يمكن حوالي 3 اشخاص من 4 اشخاص جماعي جماعي واللي حاضرين ما شاء الله تبارك الرحمن وش مسوين زي ستيج والناس اللي موجوده في القصر كلهم ذويقه شعر يعني من تبدأ القصيدة صن الغلطة بل الغلطة بل
يا رجال وانا ابغى اتذكر الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم بالخير قسما بالله يا رجال وانا يضيع ما قلت اللهم بارك لهم بس خليها بس وقفت عمر ما قلت وش عندي قصيده مدري وش على طول دخلت سيده بالقصيده دخلت بسيده بالقصيده وابدا لك والله يا ولد وسط القصيده كل ما تقدمت بيت كل ما هديت شوي ايوه وبهداوه اي وبوسط هذا ذكر يا بحليفه بيقول راح الصوت وانا يروح عندي الصوت عند بيت جاتني هذا اللي الجمهور ايش يعرف هذا اي لا وانا طب رسام وانا اخذ نفس وش اللي الله الهمني وش قلت صلوا على النبي ايوه هم يصلون على النبي ايوه نرجع على البيت مره ثانيه وانا عيد وانا عاد والجزء الثاني من القصيده القائي فيه كان افضل من الاول افضل من الاول بكثير هي بدايه ايها بدايه تجي تهزز ابي هذا يقول الجمهور لين طلعت كذا بيجون ولا شلون يعني في جمهور يجيك الشارع يلتم عليك شلون يعني كذا يطلعوني من سوق ممكن انا والله شفت مشاهير واجد تلوهم بدنيهم من سوق ما يتلك باذنك لا امسكه يعني يطلع يبعدك من الناس والله شفت مطلعينه لين وصلوا سيارته يطلعك لانك سببت زحمه خربت عليه السوق وخربت عليه المو والله يجعلنا المقبولين لا بس شوف انا اتكلم لك انا الارتباك انا ارتبك يعني ماني اطلع في المنابر واجد لاني لاني شاعر ولا ممكن يعني مقدم ممكن اقدم حفل عند بوي يسوي حفلات في حفل فرقه شهران اجتماع الفرقه خاص بالفرقه واكون مقدم لان الفرقه اخويانا بس منبر وهذا ما يعتبر منبر شاركت مشاركه قدام الملك سلمان بن عبد العزيز الله يطول في عمره صدق والله والله ما شاء الله تبارك حظ هذه كانت اي والله حمد حليف اقسم بالله هذه بالسي في حقك المفروض تذكر قدام والله انه كان فرق بيني وبين الملك سلمان 20 متر ما شاء الله تبارك الرحمن عليك تحيه يا عيال تحيه سلمت عليه لا اخسى اذن حبتك الحين والله اني قدرتك زياده والله قدرتك بالله تجلس الله يرحم والدينا اول مره احس اني الله يسلمك كثير يا رجل والله طلع رجال والله يا للشرف شرف يا للشرف صدق والله يا العلي العظيم مرحبا لي مليوح والله انه ذاك اليوم اني رجعت البيت شفت اللي فيني بسطه سعاده والله ملومك يا رجل عظيم ايش السالفه كانت مشاركه ايام الجنادريه افتتاح كنا في افتتاح الجنادريه جميع تراث المملكه جايبين فرق شعبيه من تبوك من الشرقيه من جده من مكه من الجنوب من 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 نجد فرق شعبيه في مسرح كبير طبعا الفرق فوق قام المخرج يختار 7 أشخاص من كل فرقه ينزلون تحت قريب من الملك يمثلون الدور اللي يمثله اخوياهم فوق عشان اذا ابغى يشوف من تحت ابغى يشوف فوق اللي بكيف ويجي يختارني الكلام هذا عام 2019 او 2018 انزل وانا ما دريت من دري وين بروح اي لا نزل تحت وحن نسوي بروفات اليوم قبله اليوم الثاني قالوا يلا يلا من دري دخلني ابدا الحفل المهم وانا ما دريت احسب انه باقي نسوي بروفه ما دريت انه قد جاء الملك من قوه انها صن الوضع دخل وقالوا بدا الحفل وانا ما ادري احسب احنا جالسين في البروفات المهم والعب اطالع اقسم مركب لا يا في هيبه الله كلهم المهم ها قالوا نلعب فيه لون الاخير كل المسرح عرض نجدي عرض السعوديه كل المسرح هالسيف ثقيل بس اقسم بالله جتني قوه ذاك اليوم اني اخسى انزل اقول والله يصير اخف من احس لو نزلته انا هلام قدام الملك يا قدام الملك يا هلام ودي اشوف وجهه ويشال يا حي راسك يا ابو الحليف يا حي راسك المهم يعطينا الصوت وحن نردد يعطينا الصوت وحن نردد وحن نردد يدي يا رجال احسها بدت تنمل بدت تخثر بسوي كذا جد شد يدك والله تكفى الين انتهى الحفل يلا اطلع اول ما طلعت المسرح فرح اسجد سجود شكر اقسم بالله ان الله وفقني في هذا الموقف واني حضرت ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الله والله اني احسدك على هذا الموقف والله انا كله مو بس انت والله كلنا نحسد ما شاء الله تبارك الله يا ولد بالله وصف لنا شخصيتك سلمان انا ودي اقابلك
يقول لك 20 متر بينه 20 انا اشوفها من بعيد. ايوه وجهور من بعيد ومجت الرعد يا اخي يا اخي رعبه في المسرح كامل ما هو يا اخي. بندر بن سرور كان يقول ايام يعني يوم كان في الكويت وكان ما ادري في الاردن يوم تغرب يقول هذا البرنامج برعايه السيف جاليري ايثو للخياطه الرجاليه اياكلين شاي ثلاث تسعات موقع جزل للمنتجات الفريدة مياه تانية دار حبوة للنشر والتوزيع بهارات سرة وقف مشكات الحرم تمتع بالطعم الحقيقي للشاي شاي ثلاث تسعات شاي عالمي. هل استمعت لتلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أو الشيخ محمد أيوب أو أئمة الحرمين؟ من علمهم القرآن الكريم؟ تعلموا في حلقات تحفيظ القرآن، وكل من علم وساهم في حفظهم شريك لهم في الأجر. هل تتمنى أن تكفل طالباً يكون إماماً للمصلين يوماً ما؟ 15,000 طالب وطالبة بانتظار مساهمتك في وقف مشكات الحرم ليكون لك أجر صلاتهم وقراءتهم وتعليمهم للقرآن مدى الحياة. وتذكر أن صدقتك في أطهر بقاع العالم. وقف من المشكات يرجو بذلكم في مكة الغراء يبغي الباري أضم بها الوحي الكريم منزل والله قدمها على البلدان. العرض الأكبر من السيف جاليري خصم 50% على أكثر من 2000 منتج متوفر في جميع الفروع والمتجر الإلكتروني. انتهزوا الفرصة. السيف جاليري حياكم. التفكك الأسري، سوء الحالة الاقتصادية، زيادة جرائم العنف والسرقة، زيادة حوادث السيارات، الاضطرابات النفسية والعقلية لدى متعاطيها. اختر حياتك، اختر حياتك، وتذكر نحن مستهدفون في وطننا ومجتمعنا، لنكن يدا واحدة لنعزز حصانة المجتمع تجاه المخدرات. لا تتردد أبدا في الإبلاغ عن تهريب المخدرات وترويجها. تواصلوا مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات على الرقم 995. خالد قاعد قلت رز عمرك وابشر ابنه احنا من جنب هو يرز عمره يطول عمره يتاه شخصيته له هو يمشي. السلام عليكم وناخذها بسلامنا ناوي نسلم عليهم خدادي واللي خشم بعدين يوم عينا يا دي يمكن بينا 3 ساعات على بال ما اي جاء واحد بين انه خوي بس انه بدوي زي كذا فهمنا الربع سلام نظر سلام سلام نظر يا الربع كيف حالكم وشلونكم؟ مهدي يمنا كل يسولف معه شخبارك زي كذا يسولف ايش مسوي الله حي لك جينا جلسنا الامور طيبه لحد الان لكن ان جينا بدري والعشاء ريض بين اننا ما نقدر نمشي الا بعد العشاء والموضوع فهمناه على طول شخصيه تقريبا مهمه زي كذا او ضيفه مهمه زي كذا لا حنا نجس سؤال يا حنا نحس ان انهم مكشخين يا ولد على كيف كذا برو اسلم 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 طيب اجلس لا اله الا الله اسلم الوكاد يا طويل العمر سولفنا يمنا عايم في وجيه بعض احنا والله احنا زينين بسم الله علينا وثيابنا زينه والله واخترنا بعد جدد والوكاد بس فيه وجيهنا هنا يبين عليها الدراهم حنا لبس الشمس لعبت مين سمي احنا قلبنا على بعض شخبارك يا ابوي الله حيه سوي عاد لا يقول سويت في الشركة حقت البلاط أنا أظهر فيها حنا أساساً بينا بلاط لاستراحتنا إيه فقلبها شركة
وان احنا نموزين. سولفنا سولفنا طول العشاء دق الجوال عندي، وين العيال؟ العيال في الدرعية. وين اللي هو وش اسمه ذي المنتجع الدرعية؟ شو اسمه الدرعية ذا؟ منتجع التس لا 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 صدق، الحين احنا في الدرعية، شالة في الدرعية، واللي بنتمشى في الوادي. لكن وش اسمه اللي يدخلون هذا؟ اللي هو اللي هو خنجي الدرعية. عرفت انت الدرعية المحل اللي فيه العالم اللي تدخل الجيري تكلم طيب الجيري، وانت تسلك مسوي ما تعرف الرياض والله ما ادري. الكاد جينا بندخل الجيري الجيري نفسه وقتها بعد كان مقفل كامل وفيه ناس مقفل. والله وين جي طويل العمر وعجبتنا اللعبة، ندخل مع البوابة طردونا، البوابة الثانية طردونا، جينا من وراء لبقنا موترنا نزلنا على رجلينا. أنا عارف الجيري، دخلنا مع طريق، أنا عارف اللي هو المواقف اللي تحت. إيه طلعنا من ذل وكاد وانتم مرسمين إيه شوي لا ذل العسكري قدامنا أذان شوي لذا العسكري قدام قال ممنوع نهائيا. طلعنا قالوا وين احنا اللي بندخل؟ قالوا اطلعوا للمواقف واخذوا بطاقات دعوه هناك. ضبطنا واحد اخذوا بطاقات دعوه بنجي. يوم جينا عند المواقف والله الذي لا اله الا هو انا شايفين كذا السيارات فخمه، ما تاخذ الضيفان الا سيارات فخمه بام مرسيدس. عندي مقطع مقاطع في جوال الا شويه طويل العمر واحد نشر له دقائق بس ويجي يوم خلصت العمر لبك وركب قدام على بأم والله أنا آخر موديل. ركب قدام العيال برا اثنين خلاص، ويقول اقرب من الخير وتزين الليلة كلها اقرب من التست. التست يجيك التست عتوادي. المقعد دخلنا بطريقة فخمة ترى سالفة لأنهم بيصلون والله أنا سالفة حلوة بكملكم. من هو؟ هادي بالربع. يا ولد الصرصور قطع والتوست باح والله ما ادري. الله